عدد جديد يجمعنا دائما في برنامجكم اليومي اللي بيجيكم على المباشر كوفي تايم دائما على قناتكم الشروق العامه. نرحب بكم في عدد جديد نهايه الاسبوع. معايا انا منال غضاب وزهر الدين جواد. مرحبا بك. الخير منال. مساء الخير على مشاهدينا. نرحبوا بكم في عدد جديد من كوفي تايم في عشيه جديده ومع دي زانفيتي جدد. اليوم راه عندنا لانفيتي الاول راه داير حاله في لي كوليس مشاغب كبير، وراني سير باللي هذا المشاغب والفنان الكبير راح يكون الديبا معاه والباساج تاعو بزاف شباب. راه نحكوا على بزاف امور، سي بور سا نقول لكم ما تزابوش باسكو غادي نبداو الديبا تاعنا. اليس خصنطيني مرحبا بك. مرحبا بي عندكم ومساء الخير خويا زهر الدين صديقي. اختي تاني منالك واش راكي صافا؟ الحمد لله. سؤال عليك واش راك؟ صافا سان في بليزير كو راني معكم. ياس مالوريزمون عندها عده اسابيع كنت مقصر بزاف عليك. الحاجه الاولى بغينا نطمنوا على حالتك الصحيه، شفناك شويه راك ما تمشيش بيا ايتو. سلامات سلامات. تكسرت، جاي اون فراكتور في لا شوفي ماليولير، دونك لعبت مع وليدي شويه ان بو دو فوتبول. دونك هو سببك شاهين؟ شاهين ماشي فريمون سببي، مي سبب باسكو كانت اون فيسور قديمه هكذاك ومن بعد سا سي ديفلوبي اون فراكتور. ما تعرفش تلعب بالون ولا تعرفش تلعب الياس باين فهمت؟ لا نعرف نلعب. شكون قال لك نعرف؟ كيفاش تلعب بالون لي باس مع ولدك تكسر؟ لا طي هادي كاع، طي هادي كاع باش تلعب فوتبول. الماضي غير ما كان لها ريسكي بيه وصاي باسكو هذا في لي باس تكسر. غدوه ندو كوب دافريك كوب دي موند لي شوفمون. صح في الفن ماشي صحيح. دورات فنيه ما شاء الله عليك مؤخرا ورجعت لنا بعد ما كما قال لك تكسرت. اكزاكتومون قبل ما صرا لي الحادث هذا دونك كنا تورني في الشرق الجزائري مع مؤسسات عموميه مختصه في البرمجه الثقافيه. نشاطنا ما يقتصرش برك على دور الثقافه ولا دواوين الثقافه والاعلام، دونك كاين دي بود دو كومونيكاسيون عيطوا لنا بوغ دي غالا بوغ دي سواري بوغ اعراس بوغ دي تورني بوغ نروحوا. دونك لعب ديال كومبل البروغرام تاع الياس قسنطيني ما يقتصرش برك في الفتره الصيفيه. ما شاء الله عليك الياس ثاني، انت يعني فنان وايضا منظم حفلات واشاك فوا كيما نقولوا البروغرام تاعك ريش على مدى العام. تعاملت مع عده مؤسسات سواء عموميه ولا خاصه ورحت كاع كيما يقولوا كاع ولايات الوطن. كيفاش راك توافق بين تكون فنان اللي لازم ما تغيبش على جمهورك ميساج تاعك سيرسان وكان منظم ايضا؟ باسكو عندنا منظمه هنا ثاني منظمه محترفه. يعني صح السؤال في محله، لو انه يعني حياة الفنان يعني في الجزائر عامة صعيبة و صعيبة بزاف صعيبة بزاف و لا في دان ارتيست سي ان ايترنال كومبا. ما يخفاكش انه احنا لا جينيراسيون تاعنا دونك ما خداتش يعني حقها يعني براتيكمون من الاعانات ولا من يعني من النظر ولا يعني لا بريزون شارج ارتيستيك. On n'a pas eu assez d'attention, les pouvoirs publics, contrairement à la nouvelle génération. ديوان الوطني للثقافه والاعلام اللي في العام يعطيك دو سواري ولا تخوا سواري ما يقدروش يعيشوا ولا اغيكولتور دو سواري ولا صح دور الثقافه. هادو اللي مازال ما عندهمش ميكانيزمات ما باهينش ولا الوزاره مازال ما عطاتهمش ان بوست لوجيك بور كو يبداو يتزامرج في لاكتيفيتي ليريك تاعهم ولا دراماتيك بما يخص الفن الدرامي. وانت يعني راح نتكلموا بالتفاصيل على هذا تفاصيل الدراما والنقطه اللي طرحتها دوكا على وزاره الثقافه ولا الديوان الوطني للثقافه والاعلام وغيرها من المسؤولين والجمعيات القائمه على الفن والثقافه الجزائريه. في السنوات الاخيره ولا ديما نشوفوا في الجزائر انهم يعتمدوا على الاغنيه الراياويه الاغنيه الشبابيه في طرح المهرجانات اللي نشوفوها مرتين في العام. نقدروا نذكروا مهرجان تينغا، نقدروا نذكروا مهرجان جميلة الدولي ايضا والعربي ايضا كازيف في العاصمه، اغنيه المالوف، اغنيه الاندلسيه، الاغنيه التراثيه. وين راهي من بين هذه المهرجانات من غير الاوبرا بعض المهرجانات الصغيره اللي تقام في العام؟ نشكرك على السؤال. أغنية المالوف ولا العصري القسنطيني يعني اللي هو من اختصاصي ولا العصي ولا الأغنية العصرية اون جينيرال حنا في قسنطين ولا بلدنا كنا نسميها بالأغنية العصرية سي تي دو مودرن، ماشي مسميها قسنطينية ولا ديك باسكو المالوف القسنطيني حاجة صعيبة ودونك
ربما الاسم اللي بقى يتبع فيك تاع الياس القسنطيني، الناس دايره في راسها باللي يغني غير القسنطيني. الياس الياس بن باكير، معروف الياس القسنطيني. معروف الياس، اسم الشهره الياس القسنطيني. دونك الاغنيه القسنطينيه ولا اغنيه المالوف ما يعني ما عندهاش محلها من الاعراب. نهضر لك ما عندهاش محلها من الاعراب كو في جميله ولا في تيمكاد. صح، ولا مره انا في حضوري ولا مره حضرت. عكس الاغنيه الراويه. صح. عكس الاغنيه القبائليه. عكس الاغنيه العاصميه، عكس الاغنيه العربيه، نشوفوا عندنا حضور كبير من العرب في مهرجانات. عكس الاغنيه الشبابيه. دونك حنا شوف اللي مقصرين في حقها. شوف انا جو سوي با فوني سي نقول لك قصروا في حقها كفنان. لا انا مختص في الطابع الرأي الخاص. يعني انا انسان جد متفائل ان شاء الله، جد متفائل يعني بال بال بهذا لافونيغ كي فا سو فير ديسي بو دو تون كونسيرنون وزاره الثقافه. دونك تبارك تدخل في واحد الشابيت اللي راني محضرها انا ومالها سبيسيالمون. انا باغي نروحوا معاك ايطاب بار ايطاب. فات وقت وين الانواع ولا الانماط ولا الاجناس الموسيقيه ما نالوش حقهم يعني كما نقولها بالعدل. دوك الاغنيه الراياويه تصيبها في لا شونسون كابيل وفي لا شونسون صيفي وفي لا شونسون راي وفي لا شونسون ترقي وفي لا شونسون موزابيت. بقات غير زيدوا في المهرجان تاع المعروف يزيدوا الاغنيه تاع الراي. نورمالمون تكون كيما نقولها تكون اون نومونكلاتور ولا يكون قانون على انه المحافظ المهرجانات ماشي يدير الاغنيه القبائليه يدير غير الاغنيه القبائليه. لازم ثاني يدخل انماط اخرى، قال ستايفي قال القبايلي قال الشاوي قال الراي. رساله واضحه، لازم يكون توازن كاين ايكيليبر بين لا شونسون في البرمجه. في البرمجه معناتها يكون بلا دو فاريتي في القبايلي الشاوي القسنطيني ستايفي الوهراني. شربة في الدار بياسر. صح نوع. صح راني فاهمك راني فاهمك. حنا كيديروا مهرجان اغنيه العاصميه تصيب غير العاصمي. نو نو تسميه بصح ادخل الدار بما عليها، لازم يكون انواع اخرى وهذا يخلي يمكن من احتكاك الانماط ببعضها وهذا زياده للثقافه الجزائريه. زياده الخير خير. ربما من قبل ما نواصلوا حوارنا نذكروا بالرقم رقمنا اللي هو 023 70 93 64 مشاهدينا اذا حابين تتواصلوا معنا واذا حابين تتعرفوا على فناننا الياس القسنطيني عن قرب اتصلوا بنا. مرحبا بكم دائما في برنامجكم اليومي كوفي تايم. والسؤال التفاعلي تاعنا تاع اليوم. سؤال تفاعلي اللي سنا فيه دوك نعرفوا بعد الحين. هيا بعد قليل نعاودوا نفكروكم بالسؤال التفاعلي تاع حلقه اليوم اللي ان شاء الله يكون فيه تفاعل. ان شاء الله. الحلقه اللي فاتت اللي كان تفاعل كبير وحتى في صفحه قناة الشروق وين نسبة المشاهدة كانت كبيرة في سجل البارح درناه هو شريك الحياة. صفات شريك الحياة ما نقصروا على الياس على هذه. الياس نروحوا للجديد اللي هو كنت رئيس قبل ما نروحوا لك هؤلاء اول اتصال. شوفوا بالك يدخلوا معنا في الديمو. مساء الخير عليكم. الو مساء الخير عليكم ومرحبا بنات الغرب. مساء النور. مساء الانوار. غاية لاباس الحمد لله. سؤال عليك. يسلمك ربي يخليك. مساء الخير اختي. مرحبا بك وراه معك فنان الكبير الياس القسنطيني. متشرفين والله يجيب لك الشفاء ان شاء الله. قالت لك بشفاء لك. مرحبا بك وكثر خير اختي وبارك الله فيك وتحياتنا لناس الغرب. انت من وين؟ من وهران. من وهران الباهيه. تحيه لناس وهران. خادمها. والله والو والله لا عباك المشاهدين تاع البرنامج راهم يحرقوا القلب. يحرقوا القلب راه يعيطوا ب 48 ولايه. صافا الحال كاش برد في وهران؟ مليح الشمس مليح الحمد لله. قولي لي متحقين فيها تاعنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قولي لي برك تسمعي شويه المالوف المالوف القسنطيني باش نشوفوا الثقافه الموسيقيه للشباب الجزائري. انا نسمع للمالوف نمشي بزاف بصح نفكر فنان تعجبني. ونتمنى لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. تفضلي ممكن بغيتي تقولي حاجه ولا اهداء ولا ولا نشكروك انا ثاني ولا تكلمي مع الفنان تاعنا. نشكروا تذوقك يعني الفني وبارك الله فيك. شكرا ميرسي. لانه احنا في قسنطينه نحبوا بزاف الراي الاغنيه الورانيه. الراي راه راني نشوفه راه متغلب على المالوف وعلى الحوزي وكاع. ما راحش راي نقي كيما كان بكري صراحة. دوك نتمنى ان شاء الله المالوف والحوزي والاندلسي يلقوا المكانة تاعهم خاطرش فن شباب ودوك راه نشوف ما راحش عندك قيمة كيما كان. هي تاني كاينة حاجة الأخت العزيزة راكي من مدينة وهران ولازم تعرفي هذه المفارقة.
كاين الراي وكاين الوهراني. صح. الراي الوهراني تاع هواري بشنات و بوطيبه. بوطيبه. يعني كاين الوهراني وكاين ثاني الراي مقي. كاين مالوريزمون الراي اللي ولا انا نظن خرج حتى من مدينه وهران ولا في كل تقريبا الوطن واحد الراي جديد. اغنيه الراي الداخله كما يقولوا. عندنا سؤال تفاعلي. تحبي تفاعلي معنا؟ تفضلي منال. سؤال تفاعلي نهار اليوم هو التسوق. ولا تحبي الشوبينغ؟ ديري شوبينغ تخرجي بزاف. منال انا صراحه امراه متزوجه ماشي سبب بيت جدا 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 هذه فهمناها. صعيبك الدراري عندك ولادك ان شاء الله؟ عندك ولادك؟ لا لا حاليا لا. علاش ربي يرزقك ان شاء الله؟ ربي يرزقك ان شاء الله. ومعلومه فقط انا زعما راني مواسيه جدا البرنامج تاعكم وهذا الثاني اتصال ليا. شرف ليك. شرف لينا. شرف لينا. نتمنى وبرنامج شباب. الحمد لله. راني حاسه راني راكم بالضياف عندي في الدار. هذا هو البرنامج. هذا الهدف منه. أي ملا نودي طيبي القهوه لياس مادام رانا عندك في الدار. ان شاء الله على روحو عندنا ان شاء الله. لي مالا ان شاء الله بالك في الصيف ولا نديرو اعطيه الادريس هو وجهك. كوفي كوفي تايم. كوفي تايم شنو نديرو برا؟ لا لا ديجا قلتها خطره قلتها ان شاء الله. ان شاء الله تحيه ليك وتحيه لناس وهران وشكرا على الاتصال تاعك. يعطيك الصحه. صحيح ربي يخليك يسلمك ويعاونكم. الله يسلمك. ربما قبل الاتصال كنا نحكوا على جديد اخر حاجه اللي نحكوا عليها اللي هو كنت رئيس لجنه الحكم تاع برنامج صوت الحكايه اللي احنا مدينا له حيز مهم جدا في هذا البرنامج انا ومنال وين جانا ياسين ارابح لرباح وشيماء معلم وكنزه مسوس اللي كانت مقدمه وعبد الله كرد وبارازار اليوم ثاني الياس قسنطيني اللي كان في لجنه التحكيم. ماذا بينا حاجه الاولى تعطينا كما نقولوا كيفاش شفت هذه ليكسبيريونس اوطون شيف دو جوري؟ هي يعني كل عام يديروني رئيس لجنه التحكيم دونك وهذا شرف ليا. دونك هي كانت مسابقه ولائيه كانت من مسابقه ولائيه ولات في الطبعه الاولى للمهرجان الوطني لو كونكور دو جون تالون. دونك وهذا البرنامج هذا والمسابقه هذا رسمت في وزاره الداخليه بمعيه وزاره الشباب والرياضه. يعني طبعا الاولى كانوا حتى نظن ويقالوا لنا بلي كانت صغيره والثانيه كانت كبيره. بن خلدون وجاو يعني لقت نجاح كبير وجاو بزاف ضيوف ونجحوا لنا اصوات جميله. والكونكور هذا ولا متنفس كتعرف باللي الحان والشباب عندها وقيلا عام ولا عامين ما دارتش دونك ولا اكثر عامين ولا ثلاثه عامين. دونك هذا البرنامج تاع لو كونكور دو جون تالون الى كومبلي لو فيد هذاك تاع الحنوت كان الخليفه كان كيما يقولوا كان متنافس لهاد الاصوات الكبيره. كنتو ماكش نهار نعرضوكم وتجيو تشوفوا كي نعودوا نديروا في لي زيليميناتوار ان شاء الله في لي ولايه وتشوفوا تشوفوا دور الشباب وتشوفوا مديريه الشباب والرياضه واش يتخدم بور ديتيكتي لي جون تالون هادو باسكو ان جون كي يودي يقرا اتيديون ولا ما يكون شومور دونك المتنافس تاعو سي دور الشباب. انت راضي على هاد الطبعه الثانيه؟ نكمل لك. دونك لي جون هذوك يروحوا واحد يحب يدير تياتر ويحب يدير رسم ويحب يدير الغناء ويحب يدير الرقص. انتوما مزجتوا درتوا مزيج على الساحه. حنا في اون ديتيك لي جون تالون اون لي كاناليز ومن بعد نجيبوهم عندنا سوغ الجي نحطوهم في سونتر انترناسيونال دو جون دونك اون لي برون اون شارج نقروهم نحطوهم نديروهم يتمدرسوا على اكبر. ان موا دو موا دونك سا ديبون دو ليشيونس كون بريبار. دونك كي كملنا الطبعه الثانيه في 1 نوفمبر دونك ارتقى السيد طارق كراش مدير شباب رياضه نحييه والسيد امين امين سعدي شيف سيرفيس جوناس اللي نحييهم على انهم ايزون بخي ان كوراج دو 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 ليسي هادو لي لوغيا كاملين اللي نجح واللي ما نجحش. دونك اللي نجحوا لنا هذوك العدد هذاك في المدرسه يتكونوا. شوف اللي نجح قعد واللي ما نجحش خليناه في المدرسه. دونك تكونوا على ايد ايدي اساتذه كبار في الموسيقى وفي المسرح نذكروا باللي لجنه التحكيم كان فيها امين دهان ندى الريحان
وعبد الله كرد و... انت تم اختيارهم منك، انت اللي اخترتهم. انا اللي جبت لجنه التحكيم باسكو كلفت من عند السيد مدير شباب الرياضه. كيفاش تم الاختيار؟ انه في 2007 عبد الله كرد كان نال لقب الحنوه شباب. شوفي ندى ريحان قامه فنيه في الموسيقى استاذ هاي سي دو فار ان ميلونج بين لا نوفل جاوبت انا باسكو بوزات كيسيون وهي اللي لا لا فاهمه جاوبت نقول لك علاش هي حسب لا ريبونس لا لا هذه مرايه هذه مرايه جاوب تريبيتي على بالك هذو لي بوست تاعهم لكن الاختيار شوفي اخترتهم انا كل عام نختار يكلفوني لانه زو يعني اصدقاء تاع زاد شباب الرياضه ولا مدير شباب الرياضه يديروا فيها ثقه عملوا اخترت حكيم صالحي اخترت بزاف فنانين عملوا انا حطوني بريزيدون جوري مي اشاك فوا نكبر بقامه من القامات الفنيه عملوا كبرت بسيد سليم دادالي نحييه ونبارك له ان شاء الله على منصبه جديد سنا مديت الرئاسه الامين دهان اللي هو صديقي من بكري بالك الياس انت كبرت بهذه القامات الفنيه وانا في البرنامج تاعي واجب علي نكبر بالاتصالات وقبل ما نكبر بالاتصال خليني نكملك على البرنامج تاعنا والله هو طبيعه البرنامج نجونا اتصالات يتفاعلوا معنا في لي سيجي اللي نهضروا ممكن هما يعقبوا عليه عندنا اتصال من تيبازا واسمح لي الياس دوك نواصل الحديث تاعنا مساء الخير انا مساء الخير مدام الو الو مرحبا بك السلام عليكم عليكم السلام لاباس لاباس الحمد لله شكون معنا ام فاطمه من تيبازا الله يبارك ام فاطمه مرحبا بك بارك فيك ان شاء الله الله يسلمك ام فاطمه لاباس الحمد لله ام فاطمه معك الياس القسنطيني ومعنا سؤال تفاعلي نهار اليوم واللي هو التسوق اذا انت من محبي التسوق اذا تخرجي بزاف تصرفي بزاف بالعكس احنا ملي قاعدين في الدار ما نخرجوش كامل يا اخي خرجوكم هذه الدوزيام صح داروا مليح شكا تشوفونا شوفوا خرجوا على الخمسه كي تكملكم في طايف ما نخرجوش رانا حصه ما حصه ما نقعدوا كامل معليش كي تكمل كوفي تايم ضربك شويه الهواء ما عاود يرجع للدار ان شاء الله ان شاء الله راه معنا فنانه الياس القسنطيني تحبي تحكي معاه ولا مساء الخير اختي واش راكم الناس سي بازا صافا لاباس كل خير والله الحمد لله هذوك قالوا لك التسوق ما خرجتيش انا نقترح عليك تسوقي غير في الدار في الكوزينه شويه البيت شويه المراح شويه هذا ما كان مع الجاره شويه خالتك شويه جدتك شويه هذا ما كان واعتبرها تسوق هذا ما كان صح انا اتمنى حاجه واحده اخرى اتمنى الوقت كامل ان شاء الله معليش ان شاء الله مع راجلك يخرجك كي يولي من الخدمه لا لا الحمد لله الحمد لله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الحمد لله كي نخرجوا نخرجوا مع الولاد في رحطات هذاك والله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راكم لحنا والله نبي يا حبيبي ربي يخليك يسلمك وعندنا كما نقولوا الحمد لله في نراقي ما شاء الله الله يسلمك بارك الله فيك انا قدروا نسمعوا مع العائله نسمعوا عندها الاغنيه محترمه وانا تيبازا وشرشال يعني مدن تريح فيهم بزاف عزاز عليا بزاف باسكو انا شوفي تيبازا ولايه بصح بالنسبه لي شرشال ولايه ثانيه صح شرشال سي 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 اون فيل اونتيك قديمه 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 بزاف كيما وشابه بزاف ساحليه وشابه بزاف شرشال وروح تيبازا بزاف نعرف بلي العطله تاعك مع العائله ثاني تكون في تيبازا تيبازا هو يروح بزاف اليوم كملي 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 هذا هو اليوم جوجل او شي عندكم في الصيف راني نبيع لك جي جي بزاف جي بزاف عندكم كامل ان شاء الله ربي يخليك جي جي ان شاء الله والله يبارك الله يسلمك والله غير حصه ما شاء الله يعطيكم الصحه وشكم شكرا بكم انتم تنحونا على خاطرنا منسينا كما يقولوا ما نخرجوش انا هنا كاع ما تخرجوش كاين انا وما انا في كوفي طاي انا ما نخدمش الشغل كامل ان شاء الله ان شاء الله بيكون غير خير ان شاء الله ان شاء الله حتى وليدي ولا يقول لي يا ماما ما طيبيش يا ماما ما تخدميش قول له مور كوفي طايب كي تكمل ان شاء الله كل غير هكا والله ما الموضوع غير كملت دوكا كنا مع الو شاف صباح صباح الخير صباح الشروق صباح الشروق وما دي كنعاودوا مع زهراء واللي شاف معاهم بعد نعاودوا مع كوفي تايم ما عندناش وقت كامل لا نخرجوا ولا ما نحبوش نخرجوا يعطيكم الصحة والله ربي يخليك شكرا على الاتصال هذا حصة اللي راهي تنفعنا بزاف رانا ندوا الصحة الحمد لله الحمد لله ربي يحفظكم وتربية ما شاء الله كما نقولوا وظرافة والله يبارك ربي يحفظكم الله يسلمك بارك الله فيك شكرا على الاتصال كما هذولا كنا محتاجينهم كما يقولوا كنا ما نشوفوش حاجة هكا ما نقدروش يعطيك الصحة مدام يعطيك الصحة إن شاء الله يعطيك الصحة مع السلامة مرحبا بك في أي وقت يعيشك 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 يعيش
كي جا اتصال على تيبازا فرح اون ريبونس هو تجوز وحده شغل الو كذا تحبي تسوق تحبي تسوق اما شو توحشتي يما توحشت بابا كراك بقسنطينه جوزيه حمص دوبل زيت اون فا ثاني نحيو ثاني المراه الجزائريه الماكيته بالبيت باسكو حنا نشوفوا تشوف فيها تهضر هكذا مي فو يفو لوي روند هوماج المراه اللي ساكنه قاعده في الدار وحاكمه غير الاولاد باسكو عندها اون تخي كروند ميسيون ما تخرجش بزاف وراجلها ما يتلامش قال ما يخرجش باسكو وين تخرج سيركيلاسيون يجي عيان من الخدمه يجي ميت غدوه ينوض الصباح دونك نحيو بزاف لي كوبل هذو كي سون اون تران دو كومباتر باه يكبروا ولادهم ان شاء الله ليت ما بالك حتى البرنامج تاعنا الهدف منه ان كيما قالت هي المتصله اللي يديفولو معانا ونعمروا لا 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 بس راه ملاح راه جايبينها سؤال مازال ما جاوبتش هذا اللي حب مازال ما كملتش انا سؤال من الاساس انا كي كتب لك الاسماء شوف يتسلم عليك يما وقالت خليني نكمل قول لها راني مسلم عليك انا ثاني وكمل قبل برك سامحني لياس انا كي طرحت السؤال ما كملتش السؤال تاعي كنت ذكرت لجنه التحكيم الحاليه اللي كانت في الجزء الثاني ولا في الطبعه الثانيه باش نقارنها بالطبعه الاولى وعلاش تم التغيير انه كل سنه يتم تغيير لجنه التحكيم خليني ميزاجي يا اخته نكمل لك البرنامج هذاك فدرناه باسكو انتم هذا ويدخل لي هكذا ويصرا شوفوشمون وانا خربطوني تما كي نكمل من عندكم نروح نرقي واحد منا من دوبليتوني هذه لابلي يصير على بالك لاشوفي كيفاش نشرف دونك المسابقه هذه الوطنيه اللي شرف عليها اختار الوطني البريزيدون دو ليغ حمد الطرش كان ان كونكور تاع دو ولايه من بعد ولا ناسيونال ترسم في وزاره الداخليه بمعيه وزاره الشباب والرياضه دونك دعم هذا البرنامج ولا مسابقه الوطنيه دو جون تالون سي لي 48 ولايه دونك كملنا لا سيسيون لا دوزيام سيسيون لقت رواج كبير دونك ارتأينا وارتأى السيد مدير الشباب والرياضه السيد طارق كراش والسيد احمد امين سعدي شاف سيرفيس باه يقارديو هاد الطلبه وندخلوهم دون دي زاتوليي ومنا جات الفكره تاع السيد طارق كراش باه يدير ان ميغا كونسير في الاوبيرا زاد كبرتو كيما نقولوا الحاله دونك اون ا في ابل ا دي بارتنير نوتامون سي بن ناصر المخرج بن ناصر رستم تاع لا تيليفزيون هو والاخ صابر حي عياد اللي عطاو فريمون اون ديمونسيون بروفيسيونيل للعمل اون ا في ابل اوسي ا بروال رياض لو غون كوريغاف اي سون بالي على بالي شفت لو بالي هذوك لي زيستوار هذوك اللي حكاوهم دونك على بالي ولا صوتك حكايه Donc avec quelques partenaires aussi, on a fait appel à Kenza aussi, Lilhiyouha, et de là, بدات المغامرة وبدات الحلم والعملية لقت رواج كبير ونجاح يعني وبارك الله فيهم الناس كاع اللي خدموا. Donc اللجنة كلفت بند اللجنة هذه السيدة نادر ريحان صوت كبير دونك أمين دحان صديق وفنان كبير وسيت ان مايسترو بور موا سيت ان فخير. عبد الله كرد شفت فيه النجاح دونك خريج طبعا الاولى 2007 دونك جبناه باش يشوفوا الطلبه اتخاف عبد الله كرد باللي فوالا كيما يقولوا باللي هما ثاني نهار اخر يكملوا كيما عبد الله كرد وينجحوا وراه طابروا ونحيوه وبارك الله فيهم دونك لو بتي ا دو لا دو فوتر كيسيون مدام تاع علاه بدلنا شاك اني دونك بدلنا كل عام واش نجيبوا يعني السنه الجايه ممكن ما يكونوش نفسهم تاع الطبعه الثانيه اونفا بالك العام الجاي بالك يكونوا في ليكول يكونوا في ليكول بالك يكونوا دي كوتش بالك انا ما نكونش بالك تكون سيده ندى ريحان بالك ما تكونش بالك امين دهن يحكم ليكول كاريمون بالك سيده ندى تحكم ليكول تاني بوغ لي فوا فيمينين دونك هذه عمليه كل تتطلب تضافر العديد من الجهود وحنا كما نقولوها اون في ابل ا بوكو دو بارتنير عاونونا وكثر خيرهم وبارك الله فيهم والعمليه بربي ان شاء الله الناس الاعجاب الجميع وكاين دوطخ اوبيراسيون ان شاء الله ان شاء الله الياس هذا رغم النجاح اللي كان لهذا البرنامج ولا هذه المسابقه كان في انتقادات ودرياكسيون تاع فنانات منهم الفنانه عايدة عبابسة اللي كان عندها انتقاد مباشر لهذه المسابقه خاصه في الاغنيه في الفرايم الاخير وين الاغنيه تاع عبد الحميد بابسة الوالد تاعها قالت لك ما شفتش الاسم تاع الوالد تاعي وشفت اسماء تاع فنانين اخرين وغاد الحال ودارت دي ديكلاراسيون ايتو دونك انت بصفتك كنت رئيس لجنه الحاكم ماذا بينا تعطينا رايك في هذا الشيء ولا عندك حق الرد انا ما نعتبروش حق الرد بقدر ما اعتبره توضيح ممكن توضيح لانه يعني بادئ ببدء تحيه كبيره لهذا العائله الفنيه تحيه للاخوات الفنانات تحيه لاخوهم ثاني فنان تحيه يعني تحيه لاعضاء العائله اللي نحترم بزاف واكون لهم موده كبيره واحترام كبير ولكن حنا درنا لوبيراسيون هذيك وما عرضنا حتى واحد يا با يو دانفيتاسيون نوميناتيف
دونك انا سمعت في مواقع التواصل انه هذا الانسان قالت عرضوني كبروا بيا، انا واحد من الناس والجماعه اللي كانوا تما واحد ما عرضها واحد ما كبر بها اولا. ثانيا انه تدخل في برنامج وحنايا صافي الدموع وحنا الطلبه هذوك نقريو فيهم وقاعدين عندنا في سونتر انترناسيون دو جوناس محافظين عليهم تما كيما تعرف الدجاج كيما البيبي كيما البيبي محافظين عليهم نديروا المخرجات في القصبه. كان عندهم برنامج وزاري شغل مانعين عليهم الاتصال الخارجي، كان برنامج وزاري محكم باه نحكموا هذوك الطلبه وهذوك الاصوات والناجحين باللي مش ناجحين تما العدد الكبير اللي تحكي لي اكزاكتومون وسرا. دونك عندنا البرنامج الصباحي العشيه واش يقراو واش يديروا موسيقى كيف يغنيو مخارج الحروف لو ستريس كذا هذو كاملين. دونك انا حرت في الكومبورتمون تاع السيده هذه انها دخلت للبرنامج مرحبا بك، ماشي تدخل للبرنامج تدخل للقاعه مرحبا بك باسكو سيت اون انفيتاسيون ودعوه مفتوحه. احنا درنا اون انفيتاسيون بوغ توت لي فامي الجيغواز اي الجيريان. بدي تكمل لي اكزاكتومون هو راه درنا اون انفيتاسيون ا تو الموند وزارتيست. كاينين دي زارتيست بزاف شرفونا ونشكرهم على الحضور تاعهم باسكو زياده فينا جاو العائلات تاع المتسابقين والمتسابقات ووقفوا فيها تولويل ولا نقول لك حاجه عرس واوبيراسيون فاميليال. ولكن انه الانسانه هذه جو سي با سي الي بيان دون سا تيت ولا سي ني با بيان باسكو بور موا ان كاباغي ميريت كو تروح دون ان ازيل بسيكاتريك ولا تروح ترقي. فرونشمون نقول لك باسكو انسان انت تشوفه محطوط او قاعد بعد اوب يسوفو فيل يدخل في لي لوج تاع الطلبه اللي راح يغنيو ويحكم الطالبه اللي من بعد احنا بدينا لها بخوميي باسكو تغني باسكو جات معايا في دو فويس على كونستانتين وشيماء من بكري وانا على بالي بلي تدي ان بخي. واش صرا بينها وبين ماذا بينا نعرف؟ انا حبيت نفهم حاجه برك السؤال هذا الانسان دو كيل دغوا فو 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 فيلي في لي لوج وتروحي تحكمي متسابقه وتولي توري لها كيف تغني. اسكو عيطنا لك قلنا لك قريها؟ اسكو قلنا لك اعطينا رايك؟ اسكو قلنا لك باللي وري لها كيف تغني ولا حبينا نجيبوا الخبره تاعك باه تمديها في الطلبه هذه؟ وعلما انه البرنامج بقى له ربع ساعه باه يبدا دونك سيتي اون بيريود دو كونسونتراسيون. انا نطرح سؤال لهذ الانسانه اسكو تقدري تتجرئي ديري واش درتي في عرب غوت تالنت ولا دو فويس ولا الحان وشباب هنا برك؟ باسكو يفو با بروفيتي دو لا جونتيس تاع المنظمين كي شافوها حشموا من الاسم العائلي الكبير حشموا من باباها ربي يرحمه من خواتاتها من خوها ما هي فيغ لو بوز اون بليس بالك كانت كيما يقولوا بصفه عفويه بالك ما كانش قاصده ولا شيء بالك حبت تعاون. نو 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 احنا الانسان يكون منظم في حياته. احنا عندنا اساتذه تاع موسيقى كانوا واقفين تما ويقريو كي شافوا حكم الطلبه تحارب بقاو يشوفوا معنا هكذا قلنا نوم لي سي فيغ نو توما ما رياجيتش معاه ما كاينش اللي يهضر معاه. انت كيفاش تدخل واحد يدخل لك العرس كون بعد يكومونس افير دي تخوك تقول لي ني با نورمال سو بونوم. هذه وحده. ثانيا انها يعني تقوم بالشتم والقذف العمدي يعني في اللجنه وتقول ماشي لجنه تحكيم. انا ما قدرتش نهضر واش هضرت. هذه ماشي لجنه تحكيم. انا نقولها نجاوبها هذه لجنه تحكيم ولا كان عندك لجنه خير من هذه قابلينا بها. لانه انا نتمن قرار رئيس الجمهوريه اللي طلب من السيد الوزير الاول انه يدير يعد قانون اللي يحبس هذه الخطابات تاع الكراهيه والشتم والقذف. وهكذا ستحدد مسؤوليه كل واحد مع واحد. خويا حريتك تبدا عند بدايه حريتك. حريه الانسان الاخر. هذه هي انه واحد قاعده تما حنا اونيتي اون تران دو ديليبيغي وهي في لا لوج قاعده تما قاعده تسب وتسب وتشتم فينا والقذف على هذه بعد البرايم. علاه علاه؟ باسكو لو نو دو سون بير نا با ايتي سيتي. موا جو سوي با سونسي سيتي لو نو دو سون بير رحمه الله. ثانيا انه انا تما كي جبت لجنه التحكيم عندنا ان مومون بور انترفونيغ بور لي لوغيا تاعنا اوني كونسونتخي هذا واش غنى هذا واش غنى هذا واش غنى هذا واش غنى. فو فو ايماجيني كو انا كي يجي المومون هذاك المخرج يطلق لك على بالك كومون سا سباس لو ميكرو يشعل في لو مومون وين اون دوا انترفونيغ. دونك في لو مومون نرفد هذاك كي نجي نهضر نقول له انت غنيت مليح ولكن دقيقه برك اغيتي سي فو بلي جو دوا روندغ اوماج
cette dame qui est derrière moi. معناتها لي صبر قبل باسكو عندنا أدى العصر قبل ما بقينا دقيقة قبل هذه بابا هذه بابا تغنى في وقت من مضرب الأغنية دي وتصفيقة حرة. ما جو سو با لا معناتها خارجة على نطاق صلاحيات لجنة التحكيم. ماشي من صلاحية لجنة التحكيم وماشي خلاص من خصوصياتي أنها تكون يعني في اللجنة المنظمة، اللجنة المنظمة هي اللي On n'est pas censé citer de nom. On n'est pas là, on est venu travailler. On est venu gérer les طلبة هذوك وعندنا مسؤولية قدام الناس وقدام ربي. باش نوضحوا الصورة باش الجمهور اللي يشاهد فينا باش يكونوا في الصورة، كانت في أغنية حيزية اللي معروفة أنها لعبد الحميد عبابسة. كانت في البرايم. أغنية يا صديقي يا صديقي أغنية حيزية غناها ببراعة المرحوم عبد الحميد عبابسة. وغناها ثاني الأستاذ خليفي أحمد. وغناها رابح درياسة. غناها بكل الأساتذة هذو راهم فوق الراس. ولكن كون جا واحد من لافامي تاعهم ما يديرش لو ميم كاك واش دارت الانسانه حبسوا وفو نافي با روندي اوماج ا مون بير. حنا اوني اون ترين دو ترافاي اوني اون بالك جات من اللجنه المنظمه بصفه عفويه كتبوا اسماوات تاع فنانين واحد وخرين. ما عنده الحق يدير مثل هكذا كومبورتمون كيفاش يقول. نعاودوا نرجعوا نواصلوا حديثنا الشيخ الياس. قبل هذا نروحوا نشوفوا منال ولا نسمعوا اذان صلاه. تقبل الله صلاة الجميع. مشاهدينا رجعنا دائما مع ضيفنا لهذه الأمسية. نرجع لموضوعنا عن أغنية حيزية. أغنية حيزية بمختصر مفيد. لا لا باش نختموا هذه النقطة. هذا توضيح، هذا مجرد توضيح. نختموا هذه النقطة. أنا نعرف أنه غناها عبد الحميد عبابسة كما قلت، رابح درياسة وخليفي أحمد، لكن أغنية حيزية لمن؟ الملكية، الملكية الأغنية لمن؟ أنا شخصيا ثلاث شيوخ يعني الله يبارك عطاوها، كل واحد عطاها بطريقته طبعا، ولكن الشيخ بابسا عطاها حاجه سبيسيال. بالك هو اللي اشتهر بالغنيه. رايي 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 عطاها القاء الله يبارك، ولكن انه الغنيه اساسا تاع كتبها شاعر بنقيطون. وانا كان قدامي مدير لوبيرا سيد سعودي اللي نحييه وتاع جدو، معناتها هو حفيد بنقيطون. هو حفيد بنقيطون. هو شوفي يعني شوفي شوفي هنا دوك هنا جوجل ما يسيبهاش. اللي تاع جدو ما هدرش، واللي تغنى فيها باباها ما بين شله من الفنانين الكبار من اللور دير ان سكوندال. جو بونس كو انا نطلب ربي ان الانسانه هذه شويه ترك روحها باسكو شيرشي لو بوز ابخي افيك سو جون دوبيراسيون ما يفيدهاش، لانه هذا وقت العمل وقت المثابره وقت الانتاج، ماشي نبقاو نحوسوا غير على لو بوز ودي سكوندال وكذا 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 وكذا. نو ديجا هي ما عتقدش دي مومبر دو سا فامي، راح تعتقد لجنه التحكيم. دونك انا ونقول بلي لجنه التحكيم شافت ليا وشافت الوجه باباها، باسكو كانت راح دير اون افير اون جوستيس، باسكو هذا الشب سب والقذف والشتم بحضور الجميع بلا كاميرا. دونك لجنه التحكيم شافوا الوجهي ووجه العائله تاعها الفنيه اللي ما حبوا يديروا والو. مي دوري نافون كون تزيد تهضر علينا ولا كذا يوغا اون بورسويت جوديسيار كاريمون. الياس راك تكلمت كيما يقولوا وفيت فيها الصوره، احنا حابين نمدوا مساحه صغيره للتوضيح. ان شاء الله ما يكون برك سوء تفاهم بين الفنانه عايده عبابسه واللجنه المنظمه لصوتك حكايه. انا ندي الياس نروح نضربوا. انا كنت حابه نحكي معاك مواضيع اخرى في الدراما. يعاود يولي لازم يولي. حباتك تولي اعمالك الدراميه واعمال اخرى ثانيك فنيه، لكن مع الاسف لضيق الوقت نخلوها في اعداد قادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. عباك ما حسيناش كيفاش فات. هيا نروحوا نشربوا قهوه. صحه قهوتك. هيا يعيشك ميرسي. هيا تفضل الياس. تفضل وي بشويه بك على رجلك الياس وبشفع عليك. عيشك ياس دير لي قهوه زعما. انا هنا قهوجي خبطك بقهوه كاع واعره. كاميرا تاعي راهي ملهي عند الجاره. وين الجاره؟ هاي الجاره هي لهي. مساء الخير عليكم المشاهد. جاريه حموده، نعاودوا نرحبوا بكم في لاكرونيك تاعنا الفوبا تخبي علينا، ومعايا المشاغب الياس قسنطيني الفنان تاعنا الكبير. القهوه نورمالمون يوجد صديقك ماشي مشاغب. مشاغب وصديقي وفنان كبير. دوك فهمتوا علاش تكسرت رجلك؟ انت ما شفتش روحك. ايوا اسمعوا شوفوا هذه. المهم نبداو ربما اول سؤال غادي نعاودها. عمرك ما شفتي هذه راني ملي بدات لي مازال ما تعلمتش معاها. مازال ما صبتلاش الكوب. والله لا مازال. هاي لا طلعت القهوه. ما فهمتش هذه. سمح لي الياس هذيك شغل. هذه قا. هذه قا. قهوه دروك وجديد.
أيوة. هذه قهوه يا سعد هالمره اللي تديك والله العظيم تشش بابك ده حطها الحلقه الحلقه الاولى دفك القهوه ودزي درت له الماء بالقهوه انا من اللي بدات الحلقه صح الخير صح الخير سكر وقدام انا لو كافي لو برون يفو بروندر لو كافي سون سكر ايوا باش تحس بالبنه مالت قهوه مليح باسكو راه مجيتك ديك كيسيون واعرين افضل ذكرى في حياه الياس قسنطيني الفنان والانسان اول طفل تاعك اللي جا للدنيا انايس انايس ولا اول حفل فني تاعك ولا نهار زواجك مع زوجة تاعك اللي نحيوها بمناسبه وعلاش هذاك الجاس بروبليم على بالك اونتر انايس ويما هذاك بروبليم بروبليم هذا هو لاكروليك حفل فني جابته لك بلا تشدير سكيفي اول حفل فني ربح لعيب فيه زوج لا نو 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 كي عرفت مرتي صافي سا ما في بليزير دونك نهار زوجت نهار زوج سي احلى يوم في حياتي انايس نهار اللي تكبري تفرجي هذا الباساج تاع الفوبا تخبي علينا كوفي باي صح لا كي تفكر مليح تشوف بلي شكون اللي جابتو انايس سي فري سي نحيو الزوجه تاعك الياس رانا برك وكليت الملحه واني كليت الملح نحيوها بالمناسبه قبل ما ينوض شعرك قبل مشاب قلت لك مشاب نروحوا لاسوء ذكرى نهار اللي تكسرت باسكو ما عندهاش بزاف وفاة الوالد ربي يرحمه اللي كان قريب ليك بزاف وكان تاني في المجال تاعنا ولا ندمت على علاقة مع إنسان في حياتك السابقة من أسوأ الذكريات هادو ثلاثة بيناتهم شكون هو اللي بالنسبة لإلياس وفي سوفينير وفاة الوالد وفاة الوالد ربي يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه لو كان يكون القرار في يدك تبع مليح معايا وأنت هو اللي تعين مدير لوندا جديد مازال ما كانش ما داروش مدير مازال انتريمير صح راه مؤقت أمين دهام دهان امين دهان ايه حسن بن زراري ايه ولا عبد القادر شعو اللي نحيوهم في ثلاثه امين دهان ان شاء الله يكون معنا ان شاء الله شوف هما في عمي حسن صاحب بابا ربي يرحمه يعني يل ما فيو ناتر نحيي بزاف ونقول ربي يطول في عمره وامين خويا ماشي صاحبي وعبد القادر شاعو ثاني عبد القادر شاعو عبد القادر شاعو جو بونس با كي فا اكسبتي لو بوست باسكو يحب لي غالا يحب العرس يحب عمر نحيي دوك عبد القادر سي ثاني ليك والله لا يعرف صلاحو شوف سي ثاني ليك تخون ليبر دوك ما يحبش يحبش كسر انا وانه يعني بوغ بوستي لو ترافاي تاع لوندا يفوا ان ارتيست باسكو سي 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 سا اورج حاجه مهمه مو جو فيري جو فيري جو فيري باسكو ليكسبيريونس كبيره تاع حسن مليحه وامين الي جون دونك جو بريفير امين 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 افيك دي كونسي كبار يعرفوا كيما عمي حسن ان شاء الله وين تحس روحك اليز في قسنطينه مع العائله الكبيره في العاصمه مع العائله الصغيره ولا وين تحس روحك اليز في الصيف في تي بازا فوكا فوكا ماري حس روحي اليز كاين ديما بتيت فامي نروح قسنطينه قسنطينه مع العائله ديما بتيت فامي صغيره ونروح قسنطينه ونخلي المدام والدراري عند ما وخوتاتي وندور ونحوس هكذا تفكر ليا مات ونروح عندهم تلقى صحابي تاع الصغر كيما تسرق تا في وهران تسرق لي انا بيان سير بيان سير فهمتك الياس بالنسبه لك افضل صوت شبابي بين عبد الله كرد شمس وفريك ليل ولا نقدر نقولوا اللي راه حامل مشعل المالوف عدلان فرقاني اللي هو والله جوغي ايمي جوغي ايمي جوغي ايمي مو عبد الله عبد الله صديقي وصوت كبير وتما يعني في لا كلاسيفيكاسيون بور ما سي سي اون فوا ريكونو الله يبارك عليه صوت قوي جدا مي في هادو اللي بروبوزيت لهم كاين واحد صوت قريب ليا بزاف ونشتيه ونعزو سي كالكان اللي ما كنتش تهضروا عليه اللي هو اونتخ فلان اللي هضرت لفلان وفلان عدلان فرقاني لا كاين واحد اخر كاين بوغ مو بوغ لا جون لا 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 سين نوفيل يا با ميو كو بون يغنوا بكل عدلان ثاني وجاي علاش تختار واحد من هادو رابع عدلان فضل. عدلان اللي تحومتي صوت كبير وراح يولي شيخ كبير في المالوف ان شاء الله هذا راهو بور ما راهو ناجح باسكو ولد حوما ولد الحاج تاعنا بابانا الكبير ما دريب لينيش اختار واحد ما دريب ليش عدلان سي ان اوتر كونتاب سي المالوف جيستومون جبت لك واحد من المالوف واحد اللي كان معاك الشبابيه الشبابيه عبد الله كرد شبابي وشكون ثاني قلت لي شمس فريك لين شبابي كاين واحد اخر ثالث اللي هو مزيان عميش مزيان عميش مزيان عميش اللي هو فور موا سي مزيان عميش عباك مزيان صاحبي دوك يسعف يقول لي ما حطيتنيش في هذا شوف فور موا مزيان اروع عندنا ان فيتي وقال شوف فور موا باسكو كاين واحد لي غاديو انا بيل فو شوف كاين واحد لي غاديو شويه يدوزوا اون ابيل سا لي زارتيست اباك يدوز واحد 3 4 ارتيست يدوزوا في النهار واحد 60 خطره هما يجوزوا 60 خطره مي مزيان يجوز الصباح ويجوز العشيه مي لا فوا تاعو
سي اون فوا كي مارك سي اون فوا كومبيتيتيف سي اون فوا اللي جاي منها الخير ونتمنى له الخير ونحيه. انا جو كونفير مزيان عمي شانا مالان ثاني يشوف بلي بالك ما خداش حقه فنان اللي راه قادم بقوه وعنده انطريبال فوا وان شاء الله نهضر لك عليه ان شاء الله يكون معنا انفيتي ان شاء الله يا ربي. اخر سؤال الياس، لو كان يعرضوا عليك تشرب قهوه بين هادو ثلاثه دي غرون زارتيست، حمدي بناني، عبد القادر جبالي فنان تونسي محترم جدا، ولو غرون عبد الوهاب دوكالي من المغرب الشقيق. الله نحييهم والله قهوه بالقعده فنيه. شوف والله نحييهم كاملين ونحترمهم بزاف وما تعيا عين على حاجب. ولكن قهوه دي معك عجبتني. مع ما زهر السينما تاع الحيط. سينما تاع الحيط. يعطيك الصحة الياس، وصلنا لختام الباساج تاعنا. كنت رحب توجد تحية قبل ما نختمها بسيركريت. نحيي الصديق مراد بوجمعة، هذا باختصار برك جاري في الشمطينة، وهذا نيميرو 1 في تربية الحسون المقنين. دونك كرم مؤخرا من لاشين يوتيوب نظرا لو نومبر دو فيو، باسكو وصل درجة في تربية المقنين. هذه اللي تجيبها لنا انفيتي يجينا في كوفي تايم. ضرب نقول لك الحق واحد الدرجه ولا عالمي. دونك نحييه، تحيه لمراد بوجمعه وناس الشنطينه نيميرو 1 في المغرب. او يقول لي زميلي ياسر ان شاء الله عنده الرقم تاعه وراح يكون ضيفنا في قادم الحلقات. نختم ربما منال هاد الحلقه ولا هاد لو باساج مع الياس الشنطيني بهاد لو باساج، نشوفوه كيف كيف ولا هاد قبل لاسير قبل, قبل 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 اي داكور اوكي نروح نشوفوا هاد لاسير فريز ونعاودوا. سي بوسيبل برك زميلي ياسر تعطينا المفاجاه اللي حضرناها الفنانة الياس قسنطيني. أعدب كلمة نطقتها بالشفتين تاوعي، نموت عليك نموت عليك، تجي مومي غامي وتجي مومي فخير. بابا نحبك بزاف، انت يا حياتي انت يا حلمي، ان شاء الله ربي يخليك فتات فوق راسنا، وش تبخومي بلي نجي ديما الاولى، ونحبك بزاف بزاف. وجو تو برومي توجور نجي لو برومي ونحبك نموت وان شاء الله ربي يخليك لي. الياس واش رايك في هاد لا سيربريز؟ راه يبكي هنا، شكون هذا ثاني غير هو؟ تيم 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 لبتي ولد اختك هذا؟ وليدي الثالث. هذا نوكيا صغير. كبر والله لا كبر والله ما عرفت. هذا هو تيم راه غيبكي. صباح عليكم رايح لكم الصباح. راه مشنو هيا تيم حشاش. واش قلنا هاد لا سيربريز؟ ميرسي يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. واش قلنا وليداتك؟ مدام هي اللي بعثت لكم وكذا. مدام هي كومبليس بيان سير، نحيوها بالمناسبة وحفظتهم مليح عبك هضروا طري طري بها على بالك. لا لا شاهين يكتب مليح، شاهين عنده أفكار ربي يوفقهم. يكتب شوية. مام أنا ثاني انتيليجونت الله يبارك، نتمنى لهم كل مستقبل. بيان سير خارج الباب بكل تواضع. الكاميرا رايح ذاك الياس. آخر كلمة اللي تقدر تكون عائلتك صغيرة كل عام وتكون جمهورك. والجزائر مليحة وانا تري كونتون كو دركا البلاد تاعنا خرجت من ليجيتيميتي مع هاد الحكومه الجديده ومع هذا الرئيس الجديد اللي نتمناو له كل النجاح ان شاء الله. بداو تغييرات بداو يبانوا، انا جد متفائل وان شاء الله الاحسن او الجاي بربي ان شاء الله، والشعب الجزائري يتفائلوا الخير ان شاء الله ان شاء الله. وليداتك واش تقول لهم؟ وما نحبكم لا بتيتي غروند فامي، ربي يخليكم ليا ان شاء الله ان شاء الله. يعطوا لي زارتيست سون اكسبسيون. ربي يخليك الياس، شكرا بزاف. دوز للدار ساعة ساعة تعرف الادريس. نعرف الادريس. ميرسي بوكو الياس. قهوة شحال؟ هذه تخلصها من بعد. يعطيك الصحة الياس، شكرا لك. ميرسي اختي تاني صافي بليزير دو فوا. شكرا لكم مشاهدينا، فاصل قصير إشهاري ولا أنا راجعة؟ حبيبي تخي مون فاصل. مرحبا بك رشيدو. الله يسلمك. رشيدو عرف التيك توك. أيوا سوا سوا. مرحبا بك رشيد. الله يسلمك.
مرحبا بيا. نحت الحشمه شويه نقصت. خلاص بكره وعلى بالو. انا دوك كان يفوت معايا في لي بلاطو كان تيميد بزاف. كان هو في تيك توك داير حاله. ولا كيفوت في لي بلاطو يبدا هكا حشمان ما يعنيش هو بلي سي بون. اونسيان. معلوم بصح كي توالف خلاص. سي بون وليت اونسيان كاميرا ما تسمعش بها دروك سي بون. سيرتو دوكا جست العام اللي فات في السلسله الفكاهيه عام الباك فين كان عندك ان رول شباب وبنت فيه كوم كوميديان نحكيو عليه ومن تماك رحت لحاجه اخرى راح نحكيو على جديدك. شوفي نبداو بعام الباك. انا تقدر تقول بهاني نحيت الحشمه تما توالف عبك لي تكنيسيان كاع من اللور غاشي كدايا تما توالف الكاميرا هذه كانت ليكسبيريونس تاعي الاولى اللي هذاك واش كنت حاب نحب تما كنت حاب تطلع درجه كنت حاب نطلع درجه وطلعت درجه تما كما يقولوا درجه مليح انت تيك توك درتو طريق باش توصل لا تيلي توصل كل واحد كيفاش داير انا درتو طريق باش نحقق لاسي التيك توك شايك فيه انت دوكا كي راك ممثل وعندك حاجات جديده رايحين نحكيو عليهم انا دوكا ما نكذبش عليك ما ولاش يعجبني شغل حسيت روحك كبرت عليه ماشي كبرت عليه زهر الدين شغل دخلوا فيه عباد اللي يفسدوه ولاو يشوفوك شغل من ناحيه عفسك شغل عيانه كاع هي رشيد باش نكونوا صراحه حتى في بداياتك تتعرضت للانتقادات انت وصديقك ما كانش ما يتعرض للانتقادات طاهر اللي حيوا مناسبه كي بديتو كان كاين انتقادات باسكو شافوكم بلي من التيك توك رحتوا تلفزيون لكن انت كانت عندك ثقه في النفس وباسكو هضرنا انا وياك كواليس كنا في ايميسيون وحده ومديت لك دي كونساي قلت لك بلي ديرها طريق باسكو كيما نقولوا حنا تقدر تكون هي سبب باش انت تروح لحاجه ما خير دونك انا ربما السؤال تاعها كيفاش راك تشوف التيك توك بعد ما طلعت الدرجه كيفاش راهي بالك اسكو تشجع الناس يطلع كيما يقولوا يبداو به ولا انت تقدر كاين ديكا اللي تنجح لهم كيما يقولوا تظهر لهم في التيك توك ولا في الفيديو سيرات هو كل واحد فاش ظهرت لي مكتوب هي مكتوب ربي كل واحد فاش ظهرت وبالك انا ظهرت لي في هذيك لابليكاسيون بالك واحد اخر مورايا تجي ابليكاسيون واحد اخرى بالك تظهر له فيها يوصل وين راهو حاب ماشي لازم يوصل له بالك يوصل وين راهو حاب تما هي بنادم تما دار بها طريق انا فور ما دوكا ما انت حبست تيك توك دوكا ماشي حبس ما تقدريش تحبسي ديرك خاطر عندي قريب 1 مليون في تيك توك تما ما نقدرش نحبس ديرك فهمتيني تما واش راك دير المواضيع اللي تقدمهم في تيك توك في الوقت الحالي دوكا كي وعيت شويه وفهمت باللي بابا واش كنت تقدم وحاليا وراك تدور في التلفزيون وراك تبان وعندك اعمال جديده وعندك ماناجر في الوقت الحالي قائم عليك اللي هو بلال العايب واش راك تقدم كمواضيع في تيك توك ما نكذب عليك مانيش ندير بزاف مين داك هكذا يا الحاجه اللي ديرها اخر حاجه درتها اسمع اخر حاجه والله نسيت هي تيك توك هي تيك توك لابليكاسيون لابلي بار دو طون تكونوا تعاودوا الغنى كيما يقولوا ماشي لازم الغنى انا كي بديت ما كنتش نعاود في الغنى انا كي بديت كنت نعاود فايس ديسكات هكذا قدم كنت نلبس فايس هكذا شغل تيميتي تيسي تخدم ليميتاسيون انا كي بديت بديت هكذا ومن بعد لازم شغل دوك نفهمك دوك في تيك توك فيه كاين بزاف عفايس دوك زعما نقولوا اغنيه تخرج جديده هي اللي حتمشي لك وتزيد تطلع لك الكونت ديالك دوك كل عفسه حنا دوك انا ما نشوفش شغل اغنيه لا نشوف عفسه اللي تطلع لي الكونت ديالك وباحترام باينه وعندك ايضا كونت في الانستغرام 400 كاش بونس 400 قريب 500 قلت له شحال عندك في الانستغرام قال لي عام قلت له واش راك دير؟ عام الله يبارك فيك هذا يزيد سيمة واحدة أخرى يولي مليون إن شاء الله إن شاء الله رشيد وما لقيت صعوبات كي بديت كيما يقولوا في التمثيل خاصة ما كانش عندك تكوين مسرحي وتقدر تقول جازفت شوية باسكو كان عندك دور كبير في عام الباك وقابلت هكا الجمهور وأنت ما خفت شوية تقول بالك الناس ترفضني يقولوا بلي ما عندهاش إكسبيريونس هي مع الأول جاتني صعيبة شوية ما نكذبش عليك بصح مع ليكيب اللي كنت معاهم ما يخلوكش تطيح ما يعاونوك انا ما نكذبش يوقفوا معايا بزاف الاكسبيرينس تاعي الاولى وحنا عندنا الفنانين تاعنا دوكا هذوما شغل يقول لك هذا تيك توك هذيك هذه العفسه لعيانك شغل علاش بالك انا درت به طريق بالك واحد اخر يدير طريق بعفسه واحد اخرى هذه العفسه نورمال بصح انا درت بها طريق وصلت العفسه وين كنت حاب نلحقها الحمد لله الحمد لله شغل فهمتني مع الاول جاتني صعيبه شويه بصح ان شاء الله حنا اتصال حاليا الو مساء الخير شكون معنا ومن وين؟ الو مساء النور مساء الانوار يعيشك ربي يخليك اختي منى الهام مرحبا بك الهام الهام بالذريه عيطت لنا ديجا هذه مولات الدار كاش قهوه مولات الدار خلاص سي بون وليت منكم واليكم انا غادي نزيدو كرونيكاز انا ومنى نلهي في الصالون مايسترو المتالق زهر الدين ربي يخليك اختي العزيزه مرحبا بك يسلمك يعيشك خويا والله ما شاء الله ثنائي ولا اروع يعيشك انا كنت تقسمي ابارامون شوبينغ تاعك وي وقلت الشوبينغ تاعي كوفي تايم الكوبينا الدار وكوفي تايم كاش رانا نعرضوك هنا عندنا السي بي جي تحضري تصوير وتشوف هنا على المباشر
جيبي قهوه معك برك وكاطو تبارك. والله ما شاء الله ثنائي ولا اروع، مع ان ما نقولوا عليكم تربيه اخلاق. ربي يحفظك. يعيشك. إيهاب بالك تشجعينا الموهبة تاعنا رشيدو، بالك موالفة تشوفوا لي فيديو تاعو ولا شفتي في سلسلة عمل باك. بون الخير خويا، ان شاء الله يوفقوا هذه الموهبة تاعو، مي ابارامون جو سوي با برونشي فريمون في تيك توك. ان شاء الله ان شاء الله في تيك توك لو يحضر فيه تشوفيه مليح، عنده دور شباب. ربي يوفقوا ان شاء الله، ربي ينجحوا ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك. شكرا لإلهام على الاتصال تاعك. شكرا. شكرا لإتصالك. يا اختي معليش بيبيكا صغيرة. تفضلي بيان سور، تفضلي خذي راحتك. ربي ينورك يا عزيزة، توت لا فامي جناد وسواكري. يبلغ ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يبلغ. هذا ما كان. سي بوسيبل تجيب لنا كلمة سواكري. سي بوسيبل. قريب. ان شاء الله. كلمة سواكري شوفي معاها هي. لا لا هي اللي تعرفها مليح. يوم الخميس ويوم الخميس الجاي تكون معنا تاني ان شاء الله. يا الثلاثة يا الخميس حتى تحدد لي ان شاء الله الاسبوع الجاي. شكرا على الاتصال. شكرا لاتصالك. مع السلامة. اوكي يعيشك. اوكي سي لا فامي وريتسلم عليكم ميمتي بزاف 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 بزاف. الله يسلمك. دود انا زهر الدين برك. لا لا على بالك تامني بربي غير ابو ما تبدا لي ميسيون تقول لي وقتاش يبدا اليوم هذاك زهر. ربي يحفظها وسلمي لنا عليها بزاف بزاف وتهلي فيها. الله في الوالده. من عيشك. ربي يحفظك. شكرا. ان شاء الله. يعيشك تبقى على خير سلمي لنا عليها. يا سعيده ربي يخليك. شكرا. نقولوا صديقنا صديقنا رشيد رشيدو صاير راحت فيك رشيدو عباك رشيدو يجيني ثقيله. اه راحت فيها رشيدو ما نفضل من داك هكذا غلطوا. صاير ولات رشيدو سير نوت على ريزو. اه رشيدو ان شاء الله تفضل. رشيدو هضرنا على عمل باك اول تجربه ليك، بعدها قعدت تحضر مع المناجر تاعك عمل سيت كوم ان شاء الله يكون في رمضان اذا ماني غلطان. نحكيو على بالي ما تحبوش تحرقوا الماده وعندكم بروغرام وراكم تحضروا كومون بلان تورناج. غادي اش راح حافظ غادي قلت لك غير كاين جديد. كاين جديد كاين جديد ان شاء الله راح حافظ مليح حتى صح. الدور تاعك ابوخي باك الدور كيفاش راح يكون كيما نعرفك في التيك توك خفيف ايتو ولا كيما كنت العام اللي فات في العام. دور مركب والكومبوزي جديد عليك. كيف نقدر نقول لك جديد صح؟ ما حاجه جديده نقول لك كي يكتب ربي ان شاء الله. انا رشيد وعباك باسكو كنت معايا بزاف دي زيميسيون تعرفت عليك شويه وليت كيما يقولوا مسيفي في لي ريزو. انت مناصر وفي لفريق شباب بلوزدان داير حاله اللي فات كديتو لاكو. درت حاله زدت في بيركور طلقني هيك نعيمه وكبرت في بيركور. انا كان تشوفني عامل نور ما تعرفنيش سيبورتر. لا انا ماشي على سيبورتر ما كنتش نلبس كاع هكذا كنت نحف كلش كنت نلبس شو كنت نلبس غير لاكوست. كنت ما على بالي كان تشوفني ما تعقلنيش من بعد نبعث لك التصويره. دوك انت فريق شباب الوزداد تروح تديه بعد دروك راك وليت ممثل مازال توجور سيبورتر تدخل الصلاه شتني توجور في معاهم مع انصار شباب الوزداد ان شاء الله. ما بغاش يحكي على جديد صار على بالي بلي ان شاء الله راه يوجدنا حاجه شابه ان شاء الله رشيدو ان شاء الله تكون في الشروق العامه ان شاء الله. ان شاء الله يعني. رشيدو كنا قلنا هضرنا على التيك توك ولي ريزو سوسيو ودائما كي تكون الفقره تاع لي ريزو سوسيو باعتبار اخر سؤال ليك علاقتك بالانستغرام ورايك في المؤثرين. انت مؤثر على الانستغرام ولا عندك صفحه رسميه فقط تمدي كونساي عندك باش بروفيسيونيل ولا تدون هكا دي كونساي لي انفلونسور ولا لا جونس اللي تبعك هي من داك هكذا مدي كونسيل كاين ديزانفلونسور معاك هكا يتعاونهم تتعاونوا ما بيناتكم كمؤثرين تعطي دي كونسيل ما في دي فيديو انت تشاركوا كاين ان جروب تخدموا كيف كيف و شكون اللي مولف تخدم معاهم اللي نخدم معاهم في لي فيديو طاهر انستغرام طاهر هي مع لو كيف بدينا بدينا انا وطاهر مساكم كيف كيف جاسبر ماشي هو دوكا راح راه في الطور داك راه عايش دوكا تما ما على باليش ولا يولي ولا لا هو خاص كي بدينا غير انا وياه من بعد باينه بلي بدا تعرف عيب بعد هكذا. شكرا بزاف رشيدو نتمنى لك التوفيق ان شاء الله عليك وما ننساش كانت يعني كاين واحد البنادم اللي عاوني بزاف اللي ما نقدرش ننساه تما اليوم كاين انيس جلولي حراشي حراشي ما نقدرش ننساه تما هو اللي عاوني بزاف كي بديت ثاني كان صديق من قبل ما تبان ماشي من قبل ما نبان بصح ما كنتش باين تما ماشي كيما وقف معايا الحمد لله خاش بنادم ما ينساش. صاحبي وصاحبي. خويا نتمنى لك كل التوفيق انت وانيس حراشي وكل المواهب اللي راهي لا جونيس اللي راهي طالعه ان شاء الله منال. شكرا لحضورك ونلقاوك ان شاء الله في اعمالك القادمه. شكرا لك تحضر فيه. شكركم على الاستضافه. شكرا لمشاهدينا نروحوا لهذا الفاصل الغنائي بعدها لنا رجعه. عودنا ولينا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل الموسيقي للفنان مزيان عميش اللي كنا نشكروا فيه قبيله انا والياس قسنطيني.
حتى لقيناه في الكليب تاعنا الحيو بزاف بالمناسبه. والان راه معنا ضيفنا منال، ضيفنا دي جي عادل، دي جي عادل اي كومبوزيتور ثاني، ملحن تاع اغاني شبابيه. مرحبا بك خويا. الله يسلمك زهره. مرحبا بك عادل. مساء الخير. مرحبا بك خاطر حتى شويه الخدمه بزاف شويه ربي يوفقك. تبان بلي راك شويه فاتيكي. ربما نبداو بجديد تاعك اللي هي اغنيه نبغيك وما نبينهاش تاع فيصل الصغير ومايا اللي راهي دايره الفنانه التونسيه اللي راهي دايره ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. لا شونسون تاع فيصل ومايا خدمتها عندها برسك 10 جور ملي خرجت، راهي برسك 16 مليون دو في يوتيوب، دارت تان بوز، جات في ليميسيون تاني في تونس. شغل احنا خدمنا خرجناها شغل لايريكس فيديو برك، ابخي هما داروها في ليميسيون، دارت هذاك البوز. كانت كلمة رضا شريف وكلمة دياولي والحان ولا كومبوزيسيون ديالي وتاع فينيكس. فينيكس الله يبارك. انت دي جي بصح ما تيش ميكساج برك، انت ايضا كومبوزيتور دو ميوزيك يا اخي. الوغ لا شونسون هذه اللي قدمتها واش قدمت لها كاضافه باش دارت البوز اللي دارته حاليا في يومين؟ كاضافه نست لها كيما موالف نخدم انا من 2014 انا في 2014 وانا سبيسيال مود هاد الخطره واش درت انت من الدومين تعرف تفهمنا اكثر. انا كنت كمستمعه تسمعني الاغنيه تسمعني لي باغول ولا لا ميوزيك ولا لا فوا تاع لي شوندور، مي نتايا شامل فنان شامل على بالك كل حاجه معاون تركب، ففهمنا هكا كيفاش باش درتوا هذه التركيبه باسكو ماشي الاغنيه الوحيده اللي نجحت، كاين اغنيه كنزه ايضا مرسلي لا كازا دي لامور اللي ثاني دار ضجه عربيه مش برك محليه. انا من 2014 وانا ندير دي شونسون هكذا شغل باسكو انا شي ان بروديكتور دو ميوزيك، درت بزاف لي شونسون، درت دانا دانا ثاني لانجيرينو شاباسيها، درت مع الزهوانيه نظن نو الزهوانيه ما خدمتش معاها ماشي مع الزهوانيه، درت ديجا كي جبدنا قبيله على مزيان سمعتكم تهضر عليها ديجا شونسون تاع مزيان مع حياه الروق اللي ولا بها خدمت بزاف دي شونسون. هاد لا شونسون والله ما شغل حسنا فيها وكتسنا فيها انا كانت عجبتني لا شونسون بصح هذا البوز هذا وتكون طوندونس في الجزائر طوندونس في تونس وفي المغرب باللي بالك كي كان فيها فنانه تونسيه وفنان جزائري دارت هذاك لوباس في تونس بالك باسكو خدمت انا ثاني خدمت مع الفنانين من تونس ولا من الجزائر، خدمت ديجا مع ماستر سينا مع زينه الدوديه درت لهم ديجا فيتشرينغ، خدمت بزاف دي شونسون دي فوا الناس بالك تقبلوها عجبتهم بالك. واش هو الفنان اللي ممكن تحب تتعامل معاه مستقبلا بالعاجل؟ الله ما نكتب عليك عندي بزاف الاغاني تاعو تقول بالك ان شاء الله يجي نهار وتحس بلي انت لاطويش تاعك تقدر تمشي مع لاطويش تاعو وتعطونا حاجه من الجزائر ولا بون منين تحب انا ماذا بيا من الجزائر انا بخس كاع خدمت معاهم قاعد بالك غير قاعد بالك غير الكينغ ديجا راهم يقولوا لي بزاف على الكينغ اشاك فوا يقولوا لي بالك بوكوا با ان شاء الله على الشهر الله علينا خاصنا حاجه مع دي جي عاد ان شاء الله نشجعوا ولاد بلادنا ان شاء الله اللي دي جي اللي عطونا لا كومبوزيسيون عالميا عالميا دي جي خالد اصلا هو عالمي لا دي جي خالد ديجا شو هو دي جي عالمين بالك بيونسي بيونسي او صاحبي رحبا ان شاء الله ان شاء الله كيما اليوم بيونسي ثاني يشوف كوفي طبعا جوزي شرب قهوه جوزي شرب قهوه مع دي جي عادل في اكافيلا استديو اكافيلا واعطونا حاجه ان شاء الله اللي تكون سبيسيال. انت في لو شوا تاعك تاع مع من تعامل مع لي زارتيست نشوفوا الله يبارك معنا اللي يتعامل مع لي زارتيست اللي كيما يقولوا عندهم اسماوات تو تعاملت مقبل مع اسماوات شابه مازال ما وصلتش وانت بالك اللي عاونتهم مقبل؟ ايه تعاملت بزاف مثلا انا دي فوا ما لازمش نكون زعما يكون اسم ما تحصلش روحك ما يكونش اسم زعما شو ما نحصلش روحي في اسماوات زعما لازم يكون اسم. ديجا مايا لا شونتوز هذه التونيزيه اللي خدمنا معها ديجا هي كي بدات بان كوفر تاع فيصل الصغير جاكي بدات بالاولى كوفر ما عندهاش سي في كبير ما عندهاش سي في كبير غير كيما ماشي هي عندها بزاف وهي تغني كانت تغني اوكسيدونتال ما كانتش معروفه بزاف ديجا دارت لو كوفر تاعت وحشتك انا اللي تخدمت عندي في ستوديو اكابيلا ابخي انا شغل هضرنا مع فيصل منا قلت له على الديو تما ماشي لازم يكون اسم كبير اللي زعما باش نخدم معاه ولا شغل كدي جي وعندك خبره وعندك فنانين كثار تعاملت معاهم ومنتج موسيقي كما سبق وذكرنا، واش رايك في الساحه الفنيه الحاليه؟ خصوصا الفنانين الصغار اللي يديروا هكا مقاطع صغار ويطرحوها على مواقع التواصل الاجتماعي ويديروا لوباز ويفرضوا نفسهم حتى لو كان الصوت مش في المستوى، واش رايك فيهم؟ الساحه الفنيه بدات تطور شويه
سيتو مع لا نوفيل جينيراسيون هذه تسمى شغل الموسيقى بدات عندهم تخوف ماشي كما زمان تحسن شويه بدات الناس تفيق الناس شغل عرفت دي لي كليب تحب تنفيستي على روحها شغل برودويزي روحها شغل بدات تتبدل ان شاء الله وان شاء الله تكون ما خير انا ماذا بيا نحصلك باسكو على بالك اصدقاء الفنانين بزاف وستوديو اكابيلا يريحوا فيه غير لي زارتيست شكون هو اكثر فنان راك تشوف فيه بلي راه يتطور لا نوفيل جينيراسيون في لا نوفيل سان حسب اللي باغ اكزومبل بيناتكم كي تكونوا كمجموعه فنيه وكنت تستناو باللي يبروغريسي بهذا لافاصل انا في راسي اسم ممكن كاين بزاف كاين بزاف فنانين لا نوفيل جينيراسيون آه خمم منا في واحد اللي حسيت باللي تطور بزاف في الاونه الاخيره ما نقدرش نقول لك واحد كاين بزاف اعطيني امثله شكون كيما شكون في لا نوفيل جينيراسيون كاين كنزا مونس اللي كاين كاين مزيان امي شنو قبل جبدنا عليه كاين بزاف فنانين كاين بزاف فنانين رامي شغل حط برزو راهم شغل داروا اسمهم سي بون سي شغل هما من لا جينيراسيون جديده بصح خلاص داروا اسمهم وانت في الكليب شفت باللي كيما نقولوا تحب تمد لاطويش تاعك ثاني دونك ماذا بينا تحكي لنا على هذا لو بوان اكزاكتومون باسكو انت تبازي بزاف على الكليب بازي بزاف على لا بوبليسيتي لا كومينيكاسيون اي تو لازم دوك لي كليب دوك لازم الصوت والصوره تسمى لازم ليماج تعتمد على شكون في الاخراج كل مره كيفاش انا شغل لو ديرني كليب تاعي سيتي رحت لبنان كان الاخراج تاع عادل سرحان اللي درت الكليب تاع لا كازا دي لامور كانت من انتاج شركه لايف ستايل ستوديوز ابخي تعاملت بزاف مع لي رياليزاتور تعاملت مع سكاي لينكس تعاملت مع هارون ثلاث تعاملت بزاف مع اشاك فوا كل مره شكون يكون زعما اللي نتعامل معاه سامحني برك عندنا اتصال الو مساء الخير عندنا اتصال من وهران شهناز من وهران وي السلام عليكم وعليكم السلام ومرحبا بك بناس الغرب الله يسلمك راك لاهي غايه غايه لاباس الحمد لله حنولي نهضر كيما نتوما راه خدم معك واحد وهراني ماما تي تهضر وهراني واش رايك كيفكم لاباس الحمد لله مرحبا بك شهينات عندنا سؤالنا التفاعلي نهار اليوم واللي هو الشوبينغ انقطع الاتصال خليك ديري شوبينغ في الكوزينه انا ماذا بيا نعرفها هو الشوبينغ شوبينغ علاقتك بالتسوق تحب تتسوق مع انت تفواياجي بزاف مع بزاف ويروح للفراجي يشري كلش ويجي نحب بزاف شوبينغ ان شاء الله تصرف على روحك بيان سيغ باينه دراهم عادل وين يروحوا القش بزاف ولا امجاتي ماتريال تاع الصوم كلش يروحوا ثاني في المصرف هكذا في مصروف حوايج القش باين بلي صاحبي يبغي القش دي تجي عادل كاين دي شونتور دوكا اللي عاد يغنيو لي جينيريك تاع المسلسلات تاع لي سيت كوم ونشوفوهم ظاهرين وبارزين بشكل كبير في رمضان ما خممتش انك تقدم عمل رمضاني لهذا رمضان في سيت كوم ولا كاش عمل هكا يمثلك مع فنان من الفنانين اللي نشوفهم بارزين في رمضان حاضر في لي جينيريك بالك خدمت ديجا دي جينيك بصح ما كنتش حاضر خدمنا حاج الخضر خدمت تعمل مع الحاج الخضر يعني تعاملنا مع نعم صح اون شونسون باين 10 خدمنا بزاف دي جينيريك اون شونسون زعما هكذا شغل مازال ما جاتش فرصه ربما مش فرصه بالك باسكو انا لي شونسون تاعي سي دي فيتورينغ لازم تكون لا برودكسيون تاعي كي يجي واحد يقدم لك شغل عمل كيما هكذا شغل عمل شغل اوتوماتيكمون يسحق هو لارتيست برك اللي دومون دي هو واللي يحبوا اللي نخدم له لا شونسون نرجع نقطع لك كلامك بلا عسل ونقولوا الو مشاهدينا بناس البويره مرحبا بكم وي ساره مرحبا بكم بناس البويره المديه قد سمعت البويره اسمحي لي مرحبا بكم مرحبا بكم يعيشك من ورا بكم الله يسلمك صحبتك يسلمك كيفاش لا لاباس الحمد لله كيفاش راك داير لا رئيس بن بلاف وانت هكا دريك دار لا هاني راكده صح راكده تشوفينا في المنام ولا لا هاني انا ندير شورق من الوحده ونص حتى الخمسه صورة كي ترقدي وتنوضي بها الشورق بيان ربي يحفظك تحيه لك من بيا تفضلي بالنسبه للسؤال تاعي احنا شوبينغ كيما قالت شحال من وحده عيطت قالت لي احنا شوبينغ تاعنا في الدار في الدار كما قال لكم الياس بين الكوزينه والصالون بيان ما المتابعي كوفي تايم غير في الدار خلاص غادي نبدلوا السؤال مالا قلت لك راني شو قال المتابعي تاع كوفي تايم من الدار ما يخرجوش المرة الجاية الأسئلة تاعنا تكون عندها غاسون بالطياب بالديكور تاع الدار بالبلاستيك كغون فير إن شاء الله بليز يا ربي يحفظكم يسلمك بزاف بزاف تيا وظهروا تعيشي منورة بيكم ويحفظكم كما نقولوا وفقا على خير السلام عليكم عليكم السلام شكرا على الاتصال مع السلامه
الفطر. ربما عادل قبل ما نختموا حوارنا، ماذا بينا تحكي لنا على الجديد تاعك اللي توجد فيه بعد هذه الاغنيه تاع فيصل الصغير والفنانه التونسيه مايا؟ عندي بزاف ديال زارتيست حندير معاهم دي كولابوراسيون، عندي مزيان اميش، عندي كنزا مورسلي، وعندي شويه لي سكوب. لي سكوب هذوما عطينا شويه، عطينا غير دوكا ولا يقول لي غير بزاف بزاف، انا نبغي التفاصيل. والله مازال ما بديناش، شغل كاين مشروع تاع اغاني برك زعما، شغل انا لا شونسون هذه ماذا بيا خليها زي تمشي طونك راهي دايره لو بوز منا. كاين حاجه مجدده مجدينها عندي بزاف، عندي بزاف، وانا على بالي عندي بزاف فورماسيون. كاين فريكو، عندي فريكو شباب مازال ما يطلقهمش، بصح الاولى ربما اول اغنيه ولا اول تعامل مع فنان اللي راح يكون ربما الشهر القادم قريب. ما نقدرش نقول لك، ما نقدرش نقول لك زعما عندي تعامل مع فنانه تونسيه شيرين النجمي، عندي بزاف صحبه مازال ما على باليش. هاد المره راح يكون تعامل جزائري ولا تغيروا الوجهه؟ سا ديبون، سا ديبون. شغل الجزائري دائما يكون جزائري، يكون فيه حاجه واحده اخرى. كان فيتورينغ. عندي عندي بزاف مشاريع، بصح باش نقول لك زعما لو تيتخ اللي راهو جاي مازال ما جي با اونكور ديسيدي. علاش قلت مزيان وكنزه؟ نظن بلي الاغنيه الجديده تاع كنزه مورسلي ولا تاع مزيان اميش راح تكون معك دي جي عادل. انا ومنال نشكرك بزاف. مرحبا بك في اي وقت كيكون عندك جديد، ويعطيك الصحه. ربما تحب تقول اخر كلمه. يعطيكم الصحه وميرسي بوغ لانفيتاسيون، وان شاء الله لا شونسون تاع 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 فيصل ومايا تقعد تمشي وان شاء الله تعجبكم. شكرا لك مره اخرى. مشاهدينا نشوفوا فاصل غنائي مع الاغنيه اللي حتكون حاضره معنا واللي ضيفها راح يكون معنا بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مع هذا الكليب للفنان الشاب اللي راهو حاضر معنا في ختام حلقتنا لنهار اليوم اللي هو طارق معيوف، وجانب اول كليب لي على قناه الشروق العامه. مرحبا بك طارق، منور. الله يسلمك. بونسوار يا توس، صافي ان غون بليزير دات ايسي معكم. طارق ولا راك؟ الاسم الفني راك. هيا انا نعيط لك الراك. ولا طارق؟ هيا الراك من راك تاع الكاميرا. زعما راك البدايه هذه هي البدايه. ان شاء الله البدايه كانت بهذه الاغنيه تاعك اللي راهي محققه نجاح في مواقع التواصل الاجتماعي. سينيوريتا. سينيوريتا شغل ريبريز لا ميوزيك شويه الجيريان فيرسون. سي ان كوفر. هذه اكزاكتومون. هذا سينيوريتا غناوها دو غران ارتيست ودارت حاله. جي بونسي كو لازم ندير ان كوفر تاعها بلا فيرسون الجيريان اللي الناس تقدر تفهمها ونقدروا كيفاش، باسكو حنا دوكا عايشين اون الجيري لازم نغنوها اون الجيري. سي سا داكو. لا شونسون هي اول كوفر ليك ولا اول كليب صغير ليك؟ البدايه تاعك. قبلها كنت قدمت اعمال، كنت حاضر في الساحه الفنيه ولا خممت انك ترجع وتدخل في الساحه بهذا الكليب اللي كان معنا اليوم؟ بون فرانشمون ما درت حتى خدمه، ما عندي حتى برودوي، كنت نغني كيلكو باغ في دي سالون. غني في دي زيفانمون بالك. با دي زيفينمون، مي كنت نغني في كاراوكي. حاضر في لي ريزو سوسيو. اكزاكتومون سور انستغرام كنت نقيس دي فيديو هكذا. داير اكابيلا تانيك. وي كنت نقيس دي فيديو سور انستغرام اللي كانوا الناس تفاعلوا معها وقالوا لي تو ان تري بيل فواي تو. ما كنتش واجد باش نجوز في صوالح. كونت روحي بروحي ودرت ان كوفر وان برودوي ليا اللي نقدر نجوز بها الحمد لله. انا ماذا بيا نعرف من الاذن تاعك الموسيقيه، شكون هو اللي سمعت لها بزاف بالك تاثرت به؟ اللي كيما قلت انت كونت روحي بروحي، معناتها كنت تسمع الفنانين وقت الاخرين، شكون هو اللي بالك تحس باللي ساهم في تكوين شخصيه جديده تاعك؟ بون عندي زوج صحابي اللي وقفوا معايا بزاف، هما في زوج دي زارتيست، عماد الدين دوح راهو معايا لهنا الحقيقه على فكره. و ايزياكو تانيك. ايزياكو تعلمت منهم بزاف صوالح، سمعت من عندهم، عرفت من عندهم، و فوالا خرجت واش خرجت ان شاء الله. راك حاب تكمل في نفس النطاق نفس الاسلوب الغنائي بنفس العمل اللي كيما قدمته اللي شفناه دوكا ولا تغير؟ واش هي وجهتك الفنيه؟ رايويه؟ فرانشمون انا جو شونت اوكسيدونتال، انا نغني غربي بوكو بلوس. غربي داكو. هذه لا شونسون سي لا بروميير شونسون زعما اللي نخمم ونديرها اون اغاب اللي غني فيها عربيه. بصح جامغي بيان نتوشي كاع لي ستيل بوركو با. ان شاء الله. نشوفوا اتصال. الو مساء الخير من بلعباس، شكون معنا؟ الو. الو مساء الخير. الو الو. الجمله الشهيره تاعك زهر الدين. نظن ما راهي تسمع لها لا من التليفون ولا من التلفزيون. نعاودوا نولوا لخونا طارق. طارق تاني كاين خوك عبدو. عبدو معيوف يقف معايا بزاف بزاف من تحيات هو تاني كيما نقولوا سان كادرير معنا في المجال الفني ولا التقني، يعاونك بزاف.
واش تقدر تخونا على خوك الكبير؟ خوك الكبير سي مون برادر هو في كلش، وقف معايا وعاوني بزاف، واليوم راه جا معايا تانيك، يدير شويه لا بريسيون مي بون. يدير يدير، انا بعد عيط لي بالك غادي يفوت معاك غدوه خويا، تهلا فيه تهلا فيه. دير يدير. اون توكا لوفو تاعك هي اللي تهلا فيك. انا ثاني ماذا بيا نسمعك. حابه نسمعك دركا. ديكوفريك كيما يقولوا على الموبايل. نسمعك في انستغرام وشفنا لك في الكليب القصير اللي قدمته لنا، حابه نسمعك هكا على الموبايل. كابيلا. اعطينا حويجه. هاي. Yeah, I feel good. I know that I would. I feel good. Yeah, I know that I would. So good, so good. I got you. راح نسمعك في حاجه عربيه وجزائريه لكن بعد هذا الاتصال. الو مساء الخير. الو. وعليكم السلام. وعليكم السلام، من تلمسان؟ كيفاش منى لاباس؟ لاباس الحمد لله. سؤال عليك. نبغيك بزاف منى، نموت عليك راكي منور. حوجي يلا. تفرح نفرح نفرح تفرح الضحك على ما قدر الزر على محبوبه منى المحبوبه. سبحان الله. نعم واش قلتي لي؟ أنا فرحانة كي حكيتكم. الحمد لله. شوفي أنا شحال فرحانة. كثر لنا غير بتاع نحبك مالا البرك، كل ما تعيطي. مرحبا بك. نحبك بزاف بزاف، راكي منورة الشاشة، نموت عليك. ربي يحفظك يا عيشي، أنا نموت عليكم. تعيشي. فكريني بكرة اسمك؟ نعم. نقول سائق. ما سمعتكش برك مليح، سي بوسيبل برك تسمعينا برك من الهاتف. باش الوقت كيما يقولوا الهضره توصل في الوقت برك سي بوسي. باش خليني ندير اهداء للزوج تاعي. تفضلي بيان سور. تفضلي مدام برك، حاولي تسمعينا من الهاتف من فضلك برك. ايه راني سمعت. تفضلي ديري الاهداء تاعك. تفضلي رانا نسمعوا فيك، تفضلي بالاهداء للزوج تاعك. الزوج تاعي نقول له ربي يخليك ليا. اها امين ان شاء الله. هذا مكان زيدي. يقول انه نحبك. انا حس راح ذا هو اللي راه يقولها واش تقول. ولا راه وحدك ماذا بينا يهضر معنا هو. عاود عاود. ها فوتي هنا. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي، مرحبا بك. يا راه جاوب لاباس. والله لاباس الحمد لله، وانتم سؤال عليكم. لاباس الحمد لله. هي ربي يخليك، هي قالت لك، هي قالت لك ربي يخليك ليا، انت واش تقول لها؟ جاوبك سؤال معليش. تفضل خويا، تفضل اخي، تفضل. للاسف انقطع الاتصال معليش. عطاك خليها لي معلق هذا السؤال، غادي تجيك للدار عمك. من وين هذا؟ من وين؟ نسيت تلمسان. غادي نروح تلمسان على هذا السؤال. معليش عاودوا اتصلوا بنا، نواصلوا معنا الحوار مع النجم المستقبل. ان شاء الله. ان شاء الله طارق، انا فولت لك بالنجوميه. ان شاء الله يا ربي، وهذه الابتسامه ان شاء الله ربي يحفظها، توجور تقعد مبتسم. عطيتنا حاجه باللغه الاجنبيه، وانا ومنى انسيتو نسمو حاجه بالعربيه. نغني غنية تاعي بالعربية. تفضل. كيما تبغي تفضل. ديما نحب نقول لها سينيوريتا، تمنيت لو كان قدرت نعيش بلا بيها، كل تبسي ما يزول لا 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 تشو لا لا لا. علاش يا قلبي كان لازم عليا نجري. شكون يعطينا غير شويه شغل ما يبغيش يكثر؟ شكون تعطينا درنا في السيسباس باش نزيدو ندوموندو لي شونسون ولا شويه. طارق طارق لو سمحت برك، حابه نعرف تكوينك الفني، انت كونت روحك بروحك، لكن في بعد الكليب ولا الكوفر اللي درتو تخمم انك تقدم تكوين فني؟ ولا تقوم بتكوين فني انك تكون روحك فنيا من خلال جمعيه فنيه ولا كونسيرفاتوار؟ وي ولا تقعد؟ ان شاء الله جامي بيان لو كان جيني زعما اون اوكازيون. خممت فيها انت؟ صراحة ما خممتش. الوقت بالك عندك خدمة اون باراليل. عندي خدمة وديجا كانت كانوا شاديني مي زيتود، سي بور سا ما درت والو افون. الحمد لله كملت قرايتي وراني خدام. الحمد لله. جي 24 عام. مازالك صغير، المسيرة ان شاء الله مازالها لقدام. ماذا بينا تحكي لنا بعد هذا النجاح تاع هذا الكوفر اللي درتو تاع سينيوريتا؟ قبل هذا نظن عندنا اتصال، نحكي لها الطموحات تاعك المستقبليه. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مرحبا بك وبناس تيارت، وشكون معنا؟ الله يسلمك، معكم الاخت هناء من تيارت. مرحبا بك هناء. هناء يا اخي. هناء هناء هناء.
مرحبا بك هنا، معك منى الغضاب، معك زهر الدين جواد، وضيفنا الفنان طارق اللي طلق اول اغنيه ليه. وسؤالنا تفاعلي لنهار اليوم تسوق شوبينغ. لسبا انت تخرجي من الدار؟ انا نخرج من الدار الحمد لله يا رب. اها قالت لك جادوغ لو شوبينغ. جادوغ لو شوبينغ هي بيان. واش الحاجه الاخرى اللي شريتيها؟ الحاجه الاخرى اللي شريتها شريت بونطالون. ايوه تبعي لا مود هنا. ايه نتيف خطره تختار تعجبني لا مود، ما نبغيش نتبعها بزاف، مي اخترت ما نبغيش نتبعها بزاف نو باسكو ما نبغيش فديبون كل خطره على حساب الحاجة اللي تعجبك واللي ما تعجبك. راني حاس دريهمة تاع حاجة رايحة في القش. مخضة مخضة. والله دريهمتي كاع رايحين. كاع رايحين في القش. ايه كاع رايحين في القش. أعطينا أكبر مبلغ ربما اللي صرفتيه في تسوق واحد. في تسوق واحد. هكا تاع لافي تاع العيد وكاع على بالنا نشرو كاع قش جديد وكاع. اللي عندك إيفانمون ولا. ايه بالك في ألمانيا كي رحت خطرة التالية. شحال؟ ميلورو؟ قالت لك المانيا باينه صرفت بزاف. شحال عطينا الشيفر شحال؟ ميلورو 2 ميلورو؟ قالت لك شيفر كبير. نو 500 اورو. هذه هما الاسئله تاع زهر الدين، هضري له بك على الدراهم. دوك يحسبوني ماتيرياليست وانا حبيت نعرف الشوبينغ تاعها ولا رايح. نعم؟ قال لي شكون اللي عجبك فيهم منال ولا زهر الدين؟ قلت له ديزولي منال مي زهر الدين تاعك. اه اكيد ديرينا في الفتنه غتولي تشرح لي منال هكا. خلاص كوبي. خلاص وحده بوحده اللي عيطت قالت لك نحب اكثر واللي موراها هذه هي. انا في زوج يا سيدي. او قال لك طارق نحبكم في زوج. لا لا نضحك معك بالعكس، اللي يحب زهره كل اللي يحبني واللي يحبني كل اللي يحب زهره. وحنا قاعدين نكملوا في بعضنا. قبل برك ما تختمي عطينا ربما كلمة تشجيعية الموهبة الشابة تاعنا والشاب تاعنا طارق اللي راه كيما نقولوا داخل بقوة المجال الفني. ايه نقولوا طارق بون شونس، وعندك راني كنت نسمع لافو تاعك ما شاء الله. ميرسي بوك. نكمل لك ان شاء الله. ان شاء الله. سي فريمون سيمبا ميرسي بوك. حاجة في حياتك ان شاء الله. ربي يكملها لك. ميرسي يا الله يعطيك الصحة اختي. شكرا على اتصالك و تفضلي. تفضلي. ندير تحية كاع ناس تعرف، ندير لافامي تاعي. ندير لخالتي نقول لهم ربي يخليكم يا ماما يا نقول لها نبغيك بزاف ربي يشدها لك ربي يخليها لك. تفرج في الميسيون تاعكم دركا وقلت لها لك ندير لك اهداء. ايا سلمي لنا عليها بزاف وربي يشدها لك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. مع السلامه. بون شونس للكوفي تايم ولطارق وان شاء الله ميرسي بوكو. كاع واحد متمني حاجه في هذه الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ليك ولينا ان شاء الله. شكرا لاتصالك. مع السلامه. شكرا شكرا. سلام طارق المباشر راك تاخذ سي فريمون جونتي سامبا كي تسمع هاد الصوالح. بالك على جال هاد الصوالح اللي يخلوك تزيد تخدم اللي بغيت تدخل هاد المجال ربما شجعت الناس اكزاكتومون. بزاف صحابي وبزاف ناس دعموني ووقفوا معايا وبالك انا ما كنتش قاعد دايرها في راسي كنت دايرها بليزير برك. وكاين ناس انتقدوك نعرف احنا دائما كاين انتقاد هذاك بيان سور. وثاني الناس اللي انتقدوني خلوني جوغ زادوا قواوني. او ديبي بالك كنت متاثر شويه مي مع الوقت ولات لي هذيك هي لا فورس تاعي بديت نديها من عندها. وش هو الاختصاص اللي ناوي ديرو بعد اول كوفر ليك طرحته في الساحه؟ الاغنيه اللي حاب تتخصص لها، المجال الفني تاعك، الموسيقى اللي حاب تتخصص فيها؟ ما عنديش ان شوا سبيسيال. ربما نربط سؤال منال مع طموحاتك المستقبليه والتخصصات كما قالت هي لو ستيل دو ميوزيك اللي راك تشوف روحك فيه مستقبلا. سيرمون خممت في جديد باسكو exactly. راني نشوف بلي لا شونسون مشات لك لا بريف راك معنا اليوم في exactly. في كوفي تايم وسيرمون عندك بزاف دي ميساج بوزيتيف راهم يوصلوك. الخطوه الجايه تاع طارق معيوف وشنو هي؟ واش حتكون؟ ديو مع صاحبي. ديو مع صاحبي اللي هو شكون؟ عماد الدين دوح. ان شاء الله كاين ديو اللي راح يكون الجيريان ولا غربي؟ هو يغني الجيريان وانا نغني شويه غربي بصح راح تكون لا توش اللي راهي دوكا الستيل اللي راه دوكا توندونس توندونس اكزاكت. وديو انت ان شاء الله باش تجيبوه لنا هنا؟ ما مازال ان شاء الله ما قلناش اكزاكت لا دات ما على بالناش اكزاكت لا دات مي مازال شويه مازال بسم الله راني غير مع هذه سينوريتا مازال ما كملتش معها. خممت تتصل بالقائمين على الثقافه في الجزائر مثلا ديوان وطني ثقافه والاعلام باش يكون حاضر في يكون حاضر معاه بشكل كبير خصوصا في المرحله هذه قاعدين يشجعوا الشباب باش يظهروا نفسهم ومواهبهم. صراحه ما خممتش بصح شوي با كونتر
انا ماذا بيا نزيد نخدم، نزيد ندير دي برودوي، نتعلم اكثر اكزاكتومون، ندير دي برودوي اللي نقدر ندوز بهم واللي نقدر نخدم بهم. باسكو ان سول برودوي بوغ موا مازال سي با سيفيزون. اكزاكتومون، حيت هو اعاده، هو ماشي البرودوي تاعك اللي باين ممضي باسمك كطارق فنان جزائري، لازم يكون عمل جزائري ليك سينجل بامضائك. اول اغنيه ربما تاعك راح تكون مع عباد الدين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وخممتوا في كليب ولا برك؟ بيان سور. لا لا، كليب لازم. لازم الكليب. لازم. هيا ربي عنا شويه الكليب، كيفاش راح يكون؟ افيفري نديروا شويه كيفاش افيفري كيفاش راح يكون؟ ليدي الفكره ربما تلعبوا شخصيات ولا حاجه؟ بيان سور شخصيات راح يكونوا فيها. و من غير الكليب عندنا اتصال. نظل سامحوني. الو مساء الخير، عندنا اتصال من بيرتوتا. الو مساء الخير. الو مساء النور، مرحبا بك، شكون معنا؟ معك سيدة سلمى من بيرتوتا. واش راكي منال؟ لاباس الحمد لله. سؤال عليك، مرحبا بك سلمى. الله يسلمك تعيشين، نوجه لكم تحية مسائية. الله يسلمك، تحية. مرحبا بك. الله يسلمك ليك ومثل الخير لزهر الدين. واش راك؟ مثل الخير مدام، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. عجبتك حلقة اليوم شوية؟ ولا تهبل والله غير حصة ما شاء الله. اليوم استثناء درنا لكم ربعة تاع لي زانفيتي، شوف فرحوكم. ولا غير ما شاء الله. انقطع الاتصال. ياسر وليت فليكسي لهم قبل ما يعيطوا لنا. راه فالوريزمون ان شاء الله عاودوا الاتصال بينا، ربما نواصلوا الحديث تاعنا مع طارق. السؤال اللي كنت حابه نطرحه لسلمى نطرحه لك، واللي هو الشوبينغ، علاقتك بالشوبينغ. راني شايفاتك اليوم راه جاي محدد، باينه باللي قتلت الشوبينغ. لا البارح درت شوبينغ وجيت. ما دقش جديد باش انت عندها بكوبي جديد والستيلي سمو مو شوب نتاعي. نحيو بالمناسبه. وانت دوناتير ابار كوفي تايم اللي كنت جاي شري تقش جديد دور بزاف، تشري بزاف ابل قش. نشري واي نشري. كاين الحاجه اللي تشري بزاف، القش ولا كاين عفس تخدم؟ لا نشري القش، نشري سوايع، نشري بزاف سوايع. لي اكسسوار، لي اكسسوار، لي باك. تصرف على كرشك بزاف. ناكل تاكل برا، دير سبور تانيك. دونك مالا طير حاط القش. لا غير طرا هكا هكا. نحن نشوفوا الاتصال. الو مساء الخير، مرحبا بك نرجس. الو مساء الخير نرجس، مرحبا بك بنات شرشال. لاباس الحمد لله، سؤال عليك. عيشه كلها غير صعبه. شرشال الحومه. راكم ملاح؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. يا اختي شفنا باش حكمناكم. لا شارج لا شارج. لا يعني ديروا لنا على الاقل دو نيميرو، علاش نيميرو واحد؟ خلاص دابا نحاولوا نديروا لكم رقمين. علاش لا نديروا رقمين؟ خدم اللي عيط لكم المره اللي فاتت، النهار اللي جبتوا مازي، لكن ها ما زدتش. معليش شوفي بروفيتي لوكازيون، مازي توصل لها الكلمه تاعك. ايه خلاص قولي حاجه. المازي قلت له مازه. المازي يقول يعطيك الصحه وان شاء الله يزيد يتقدم، وان شاء الله نشوفوا الكليب تاعو جدد ان شاء الله ربي يكون معاه. ايوا قولي لنا ثاني طارق ان شاء الله بالك. مازي جديد راه جاي. الكليب مال الكليب ما حبش يقول. ما حبش يقول والله، راني معاه مقبله، بالك سي مع تيا بالك يقول لنا شويه. خليها سيدي ان شاء الله. تقول لنا ان شاء الله بنستناوه ان شاء الله يا ربي. صافي بليزير، ميرسي. على بالكم بلي ما اللي فاتت ماما زعفت مني. على تزعف سيدي؟ ما حييتيهاش، ما درتيهاش. ما حييتيهاش، كاين بروبليم كبير. الله اكبر، خير ان شاء الله. كاع انت خير ان شاء الله. قلت انا قلت لكم نرجع للشرشان. هيا انايا وين البلاصه اللي نسكن فيها؟ قريبه للشرشان. داكور. وسمعك؟ اسمها من ناصر. من ناصر، من ناصر. تحيه الناس من ناصر. عايشة كاع. ايوا هكا ديديكاس كامل صحاباتي وجيراني. ما يزعفوش عليك. ايوا شوفي تحيه الناس من ناصر وشرشال وناس تيفازا وحجوط. أيوة. وناس حجوط ضيف تاعنا. ايوا وتحيه زميلتنا راضيه تاني لالاوي من شرشال. ايوا راكم اون فورس اليوم. انا كامل اليوم الشرشال. عايزكم يعطيكم انتم الصحه على ليميسيون، وراكم بزاف يعني الله يبارك ما شاء الله. جاوبتناش على الشوبينغ. مازال اليوم جايه دير تحيه للناس شرشال وتفازا. وعندنا سؤالنا التفاعلي لنهار اليوم اللي هو شوبينغ. سمعتكم. سؤالنا التفاعلي لنهار اليوم هو علاقتك بالتسوق. يا اختي انا كي كنت زعفانه نعطيها الشوبينغ. نعطيها الشوبينغ. تشري كلش ما تخلي والو ولا غير تقيسي برك. لا نحبس اختي اذا كانت معايا ماما. اسمع على بالك انتوما نسى تقيسوا كلش ومن بعد تشروا حاجه. ياك تسمعي روحك. كاش كاع منها هذه شوف. كاش كاع منها. نقول لهم مشكلتك اليوم مع اللباس. واش قولي لهم؟ ما سمعتك. اي تحكي لك على الشوبينغ بدلت شي. شحال تصرفي على الشوبينغ؟ كل مره كيفه. الخطره كيفه؟
زعما اذا كنت ناويت له ولا راح نوجدوا له طردك الشكارة عليك اذا ستها ايوا صحيحه كنلقم طردك عاودت بزمان صحيحه فكرتيني باليوم اللي كنت لاهم بالالف فال طردك لقى غير 12.5 وفرح كاع كان يدو لك زهر 500 هذيك تاع بكري بعمره تلقى 12.5 شريها ساندويتش ذاك الوقت وصاي تكمل الشحيحه خلاص هذا فكر تقول لك اخياتك الشحيحه ونخسر اوا دروك شحيحه في وقتنا لا درتيها ديري فيها الوراق يمشي صافي شحال نقول لك فيها الوراق ويا ربي الوراق نديرهم في البنك تحيه ليك شكرا يعيشكم ان شاء الله ربي يحفظكم انتكم يسلمك وشكرا على الوالده مع السلامه الله يبلغ عين سلمى عليك ويا ثاني يسلمك شكرا صح طارق هذا هو البرنامج تاعنا التفاعلي جونا دي زابيل ندخلوا في دي ديبا كنا نهضروا على الشوبينغ ومن بعد حنا نحكوا على الكليب اللي مبغي يحكي عليه والو سيما انت يا مانا انا راني باين ديسكو على الكليب نظن ان الكليب مازال باعتبار انه مازال مازال الشكل اللي حتكون به الاغنيه اللي مازال ما على بالناش اكزاكت شنو هي كاين دي بروفوزيشن لكن عندكم دورات فنيه جولات فنية ممكن مع جروب هكا شبابي ما بيناتكم جاوب دي كونتاكت عيطوا لك باش غني دي صوف لا شخص لا مازال الحد لا هو قال باللي مازال في الوقت الحالي لكن اكيد عندك جولات فنية مع صحاب نشوفهم بزاف في لي غيزو يديروا جولات يديروا سهرات فنية باش يثبتوا نفسهم ويبانوا في الساحة مي بروشينمون ان شاء الله يكون ها لازم لازم كيما يقولوا باسكو ربما تقدر تقبلها نصيحة صغيرة انه لما تقابل الجمهور تطلع فوق خشبة المسرح احساس جديد كما يقولوا اكسبيرينس جديده ربما راح تكون مغايره تماما وين ما تغني في استديو ولا تغني في بلاصه مبلعه ولا تفوت في ايميسيون حنا نتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله عندك سؤال اخر منال نظن هذا اخر سؤال لي نقول لك مرحبا بك شرفتنا في اول ظهور لك على الشاشه وعلى المباشر من قناه الشروق العامه كلمه اخيره لك لجمهورك باش توعدهم وللناس اللي شجعوك واللي وصلوك من راك حاليا عبد الرحمن خويا ميرسي بوكو على كلش صحابي عماد واسحاق الوالده وبابا توت لا فامي مي زامي تاني كلي وقفوا معايا ميرسي بوكو نقول لهم بالك بوكو بلوس على جالكم اللي راني هنا وان شاء الله ان شاء الله ماشي هذا البروجي الاول تاعي بالعكس اني حندير دي بروجي واخد اخرين اللي عندك طموح كبير انا نقول لك حاجه ربح لي زافون اللي تاعك المتابعين اللي تبعوك اللي امنوا بك من اول عمل اللي هو هذا الكوفر هما اللي تختم بهم رسالتك الو الكاميرا اللي قدامك هاي داكا لي زابوني تاعي سور انستا سور انستغرام ريك اوفيسيال نقول لكم يعطيكم صحه على كلش كل تصويره نحطها وكل تفاعل كل تصويره نحطها وكل عمل اللي يكون فيه تفاعل فريمون صافي ان كون بليزير ان شاء الله راكم راحين تشوفوا عمل دوزيام ان شاء الله خير من هذا ان شاء الله ان شاء الله مره اخرى يعطيك الصحه زهرو نتايا ومنال صافي ان غون بليزير شكرا لك ومرحبا بك دائما على قناه الشروق العامه ومرحبا بكم انتم مشاهدينا مش فقط من برنامجكم التفاعلي اليومي كوفي تايم لكن ايضا من جل برامجنا على القناه العامه وعلى قناه النيوز نقول لكم تحيه خاصه مني ومن زهر الدين ومن الطاقم الفني نلقاكم الاسبوع الجاي مثل الخميس وايضا مثل الخمسه تاع العشيه تبقوا على خير تهلاو في روحكم في الناس اللي تحبكم وانا نقول لكم ثاني مع السلامه ونلتقوا ان شاء الله الثلاثاء المقبل ونخلوكم بدايه من الاسبوع المقبل نقولوا نصف الويكاند بالسبت مع زميلتنا سميه وصفوان وتحيه لكل الناس اللي يتبعونا ويحبونا نقول لكم سلام سلام